مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله، مساء الفل على حضراتكم، واهلا وسهلا بيكم في الاهلي الليله. اهلي الليله النهارده اعتقد انها حلقه مميزه جدا بعد اللي حصل امبارح واللي كلنا شفناه امبارح، وكلنا كنا فخورين باللي بيعمله النادي الاهلي ومجلس ادارته، ان شاء الله من انجاز لانجاز ومن نجاح لنجاح. وده مش غريب على النادي الاهلي ولا على الكابتن محمود الخطيب اللي هو اسطوره النادي الاهلي، وهنتكلم كمان عن الجزئيه دي تحديدا. لكن قبل ما نتكلم عن محتوى الحلقة، إن شاء الله يكون معايا بعد الأخبار والإنترو الناقد الرياضي الكبير أستاذ إيهاب الخطيب، هنتكلم معاه عن ملفات كتيرة جدا في الرياضة المصرية، هنتكلم معاه كمان عن مباراة الأهلي والهلال السوداني اللي هتلعب بكرة إن شاء الله على استاد النادي الأهلي، استاد النادي الأهلي. أعتقد إن كلنا فرحانين جدا جدا إن إحنا بقى عندنا استاد، حتى لو حق انتفاع 25 سنة ما شاء الله فترة كبيرة جدا، وإن شاء الله يكون في استاد ثابت للنادي الأهلي، لكن خطوة كبيرة جدا وخطوة كلها نجاح من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي العريق. لما يكون عندك جماهير عظيمة وعندك جمعية عمومية كبيرة جدا بشكل النادي الأهلي، عندك مدير تنفيذي أكثر من رائع، عندك أعضاء مجلس إدارة يليقوا باسم النادي الأهلي، عندك رئيس للنادي الأهلي أقل ما يقال عنه أو يوصف بأنه الأسطورة، الكل يسعى من أجل خدمة الكيان، الكل شكل الكيان، لازم يبقى عندك إنجازات. لما يبقى عندك المجموعة دي كلها لازم يبقى عندك إنجازات، وما تستغربوش إن احنا نسمع كل يوم إن شاء الله إن شاء الله يبقى في إنجازات أكتر وأكتر، طالما في ناس مخلصة وناس دؤوبة على خدمة النادي الأهلي. مش هقول لكم على الكابتن محمود الخطيب وعلى نبرة صوته وعلى فرحته، أكيد حضراتكم كلكم حسيتوا امبارح الفرحة اللي كانت في صوته، إن هو بيحاول يعمل أي حاجة بتخدم جماهير النادي الأهلي حتى لو كانت حاجة مؤقتة 25 سنة. احنا بنقول على حاجه مؤقته لان احنا عندنا ان شاء الله هدف اسمى ان احنا يبقى عندنا نادي كبير جدا اسمه نادي الاهلي، بس ان شاء الله 25 سنه ربنا يدينا ويديك طول العمر بقى عندنا استاد اخيرا اسمه استاد النادي الاهلي، هيلعب عليه بكره ان شاء الله اولى مباراه الاهلي الرسميه على استاد النادي الاهلي، الاهلي والمريخ او الهلال السوداني اسف. نقله كبيره، اربع محاور طلعنا بيهم امبارح واربع اهداف طلعنا بيهم امبارح او اربع مشروعات كمان زي ما حضراتكم عايزين تسموهم سموهم، اقول لكم عليهم بسرعه. يعني كان الهدف الاول او المحور الاول اربع مشاريع رياضيه خدميه واستثماريه على النادي الامس ملعب مختار التتش، اصبح المشروع الاول هو استاد السلام استاد النادي الاهلي بموجب حق انتفاع 25 سنه. 25 سنه مبروك علينا كلنا كاهلاويه. نادي الاهلي او المحور الثاني، نادي الاهلي بيحصل على حقوق نادي طيبه بالاقصر ايضا حق انتفاع 25 سنه، والمحور الثالث نادي الاهلي بيحصل ايضا على مجمع حمامات السباحه التابعه للتربيه والتعليم حق انتفاع ايضا 25 سنه، ايضا اسناد اداره قناه النادي الاهلي الى شركه استادات على ان يقوم بتطوير برامجها ومحتواها واستوداتها والوصول بها للمستوى الذي يليق بالنادي الاهلي ويلبي رغبه جماهيره. اعتقد مفيش اروع من كده، ودايما زي ما بقول لكم طالما عندنا ناس مخلصه جدا هتلاقوا ان شاء الله كل يوم عن يوم هتلاقوا فيه نجاح وهتلاقوا فيه انجازات اكتر واكتر كمان. شكرا جدا لكل اللي بيشتغلوا على خدمه الجماهير النادي الاهلاويه، كل اللي بيشتغلوا وبيرفعوا من اسم النادي الاهلي يوم بعد يوم، شكرا جدا جدا لحضراتكم، شكرا جدا للاسطوره كابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب، ان شاء الله كان اسطوره في كره القدم واسطوره في اخلاقه، ان شاء الله كمان يكون اسطوره اداريه يعني ان شاء الله مش مسبوقه. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي واطمنكم على فريق النادي الاهلي. عندنا مباراه مهمه جدا بكره مع الهلال السوداني، مش عارف انا ليه المريخ السوداني والهلال السوداني، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. شفنا المباراه الاولى مباراه النجم، مش عايزين نفتكر احداثها، لكن كلنا ايضا كنا فخورين ان احنا بقى عندنا فريق حتى لو 10 لعيبه، 10 لعيبه قدوا واستحوذوا وكان ممكن يتعادلوا كان ممكن يكسبوا كمان لولا الظلم التحكيمي البين اللي شفناه في هذه المباراه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي بكره يقدم اداء اروع واروع. كل يوم كمان فايلر بيستغل اي يوم عشان ينفذ فيه تعليماته الفنيه ويحفظ اللعيبه اكتر واكتر. شفنا مباراه الاهلي وبني سويف، الناس كانت مستغربه، لكن كل طبعا الاهلاويه عارفين يعني ايه فريق داخل مباراه كاس، فايلر عايز يجرب لعيبه كتيره جدا، عارفين مباراه الكاس مباريات
الفرق بالنسبه لها، بني سويف بالنسبه لها، واي فرقه بتلعب نادي الاهلي بالنسبه لها ده حلم حياتها، ان انت تلعب نادي اهلي بتطلع فيه كل حاجه. يعني اعتقد ان بني سويف لو لعب فرقه ثاني يوم بكره ممكن الاداء يبقى مختلف تماما، لكن كل احترام طبعا لبني سويف وحسن موسى مدير فني، كانوا شكلهم جميل جدا، كل التوفيق والاحترام لهذا الفريق. لكن احنا كنادي اهلي كانت المباراه بالنسبه لنا ان انت بتجرب كل اللعيبه اللي عندك، بتقف على كل اللعيبه اللي عندك، فاعتقد ان او شفت الاداء ما كانش بنسبه 100% باللي احنا شفناه، لكن الشوط الثاني الاداء اتظبط ورجع الاهلي بسرعه جدا من شكله المعتاد. فايلر عودنا على اسلوب واحنا خلاص طمعنا في اسلوبه، وعودنا على شكل جمال النادي الاهلي، وعودنا على رؤيه فنيه النادي الاهلي، وان شاء الله تفضل كده باذن الله، ونشوفها بكره ان شاء الله باذن الله. مباراه الهلال السوداني مباراه لا تقل اهميه عن اي مباراه، مباراه كبيره، مباراه الهلال السوداني فريق كبير ايضا، محتاجين الثلاث نقاط ان شاء الله بكره النادي الاهلي قادر ان هو يحقق الثلاث نقاط. الاهلي بيختتم اليوم تدريباته استعدادا لمواجهه النجم الهلال السوداني. لو هنعرف نجيب كريم يا جماعه يطمنا اكتر واكتر يا ريت. كريم طلع قبل كده واتكلم، لكن برضو يطمنا اكتر واكتر. اعتقد ان هيبقى فيه مؤتمرين صحفيين النادي الاهلي ونادي الهلال، ان شاء الله نحاول نجيب كريم على التليفون يطمنا اكتر واكتر. يكون في معسكر خلاص او دخلوا معسكر خلاص لمباراه الغد. كالعادة خبر بتسمعوه قبل أي مباراة، فايلر بيجتمع مع الجهاز المعاون للتحضير للمباراة. سمعنا الخبر ده كتير وبنسمعه قبل أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي وبيلعبها النادي الأهلي في الدوري أو في أفريقيا. فايلر دايما حريص أن هو بيجتمع بجهازه المعاون للتحضير لأي مباراة، فتخيلوا مباراة بحجم مباراة الهلال أكيد بيحضر لهذه المباراة، بيتكلم مع الجهاز المعاون النقاط الإيجابية والنقاط السلبية، بيتكلم في الوحدات التدريبية الدنيا تبقى شكلها ايه، يعني بيتكلم في كل كبيرة وصغيرة، وده اللي عودنا عليه ريني فايلر. اتكلم كمان معهم عن السلبيات مباراة بني سويف، اتكلم معهم كمان عن سلبيات النجم الساحلي، دايما بيفكر ممكن نعمل ايه ونتلافى هذه السلبيات بأي طريقة. نروح لخبر تاني، محمد هاني كان اشتكى بإجهاد في العضلة الضمة، عنده إجهاد خفيف كان، لكن الجهاز الفني بيطمن على هاني والحمد لله هاني دلوقتي تمام، مفيش أي مشكلة الحمد لله. محمد هاني لعيب مؤثر جدا، كل لعيبة مؤثرة جدا بصراحة. علي لطفي بيكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الفريق، ما تمرنش مع التلات حراس شوبير والشناوي وإكرامي. كان في فقره ترفيهيه في مران النادي الاهلي عشان ينسوا الحمل التدريبي، ينسوا الضغط المباريات، عمل لهم فقره قليله جدا، فقره ترفيهيه، اكيد حضراتكم بقى عرفتوا يعني ايه فقرات ترفيهيه. كان في مران قوي للثلاث حراس زي ما قلت لحضراتكم، محمد الشناوي مع شريف اكرامي مع مصطفى شوبير تحت قياده مدرب الحراس ميشيل يانكون. دي كانت معظم اخبارنا، مش عارف كريم جاهز يا جماعه ولا ايه. طيب خلاص تمام ان شاء الله نحاول نجيب كريم يطمننا على اللي بيحصل، ندخلكم في الاجواء ونعيشكم في الاجواء. ان شاء الله بكره مباراه زي ما قلت لحضراتكم، مباراه مهمه جدا امام الهلال السوداني ان شاء الله على استاد النادي الاهلي في 9 مساء باذن الله. طموحات كثيره جدا وافكار، عمالين نتكلم سوشيال ميديا ازاي بقى نطور وازاي نعمل، سيبوا كل حاجه، وزي ما انتم شايفين كل حاجه بتمشي على احسن ما يكون وعلى احسن ما بنتخيل كمان. كانت مفاجاه لينا كلنا والله العظيم، احنا ما كنا نعرف عنها حاجه، احنا كناس بتنتمي النادي الاهلي احلى حاجه المفاجات، ولما تكون مفاجات كمان من هذه العيار او من هذا العيار، مفاجات كبيره جدا، مفاجات بتخدم النادي الاهلي، اعمده رئيسيه بيتمناها النادي الاهلي زي استاد النادي الاهلي. كل التوفيق وكل الامنيات دايما بالخير للنادي الاهلي، طالما في ناس مؤمنه انها بتشتغل من اجل المصلحه العامه. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير الناقد الرياضي ايهاب الخطيب. أهلا
اهلا بحضراتكم من جديد، الناقد الرياضي الكبير والزميل العزيز ايهاب الخطيب في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا في بيتك بقى ومكانك كابتن ميدو. يعني انت وحشني جدا، ترحب بالناس وتقدمني وكده بيتك ومكانك حبيبي وترابيزتك وكل حاجه. ربنا يخليك كابتن، انا مبسوط اني موجود معاك ومبسوط اني موجود في الاهلي الليله ومبسوط اني موجود على قناه الاهلي ومع صديقي واخويا ونجم دايما كنت بستمتع بيه بره الملعب وجوه الملعب. انا بستمتع بيك على شاشه قناه الاهلي، ربنا يخليك كابتن والله، ودايما يعني صوره كده مشرفه للاهلي في كل مكان، صوره مشرفه وصادقه للصحافه عموما. كنت بقى شاهد عيان امبارح، احكي لي بقى التفاصيل. بص بقى، هي ليله كده قليله العمر. والله العظيم، والله ما محضر الكلمه يا طلع كده زي امبارح، انت مش محضر حاجه خالص. ليله العمر يعني محدش كان عارف امبارح في ايه خالص والله. الاهلي هيعلن عن ايه بالظبط؟ انا اقسم لك بالله الساعه 4 عارف، يعني محدش عارف ايه. في حاجه كبيره وفي حدث وفي حاجه في التتش بتحصل وفي تجهيزات وفي توضيبات وفي امور. ايه بقى اللي هيحصل؟ عشان طب ايه اللي هيتقال؟ طب ايه اللي هيتعلن عنه؟ لكن بقول لك بامانه، هي ليله العمر لانها ليله من افضل الليالي التاريخيه. لازم نبارك فيها مبدئيا لمجلس اداره النادي الاهلي، اكيد كابتن محمود الخطيب وكل فرد أكيد عمل جهد في النادي الاهلي، لان المجهود ده مش مجهود يومين ثلاثه ولا شهرين ثلاثه بس، لا دي مجهودات كبيره جدا جدا جدا. قبلك في نفس المجهود شركه وطنيه كبيره ولدت عملاقه، شركه السادات، يعني داخله مع النادي الاهلي تقول انت بتحط الوحده الاقتصاديه بينك وبين النادي الاهلي ل 2045. تمام. اما تيجي وانا قاعد عشان اتكلم يتقال لي اللي هيبقى فيه حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي هيضاف على مقر النادي الاهلي في الجزيره، فانا يعني احنا مولودين في الجزيره، تطلع تبص الناحيه دي، طب هنجيب منين؟ انت ما جنبكش صحراء، ما جنبكش حاجه، مفيش هتنزل تعملها جوه النيل بالزبط. انت بتستغرب، فتلاقي ان المفاجات كانت كتير جدا 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 جدا. بدايه انا كابتن ميدو من حلم كل الاهلاويه، حلم كل الاهلاويه وهو استاد النادي الاهلي. تمام. فلما يبقى الحلم الكبير ده اللي هو ياخد سنين عشان يتعمل وكل الناس عارفه كده، انه ياخد 5 سنين 3 سنين 6 سنين 7، لا حلم الاستاد ده حلم كبير جدا. فلما تغمض عينك كده وتفتح وتلاقي ان حلم الاستاد ده بقى واقع، بقى دلوقتي في استاد النادي الاهلي، استاد السلام او استاد النادي الاهلي بالسلام اللي هو حق انتفاع 25 سنه في نفس الوقت، ده بدايه علشان الحلم النادي الاهلي الكبير يتعمل. يعني ده مش معناه ان حلم بناء الاستاد بخ، بالعكس خالص. بالظبط، ده بالعكس. اسالك على ده لغايه ما كابتن ميدو حلم البنى اللي هو على اولويات طاوله مجلس اداره النادي الاهلي، لغايه ما الحلم ده يتحقق، لانه ده حلم كبير قوي. تمام. ومكلف جدا ومحتاج شغل كتير جدا. تمام. لغايه ما كل الحلم ده يجهز يا كابتن، لا ده انت عندك كمان واقع المفاجاه يا كابتن، اللي هو مش استاد الاهلي بس في السلام، دي مدينه رياضيه متكامله من صالات وملاعب وحتى ملاعب خماسيه وملاعب تدريب. لك ان تتخيل في كلمه الكابتن الخطيب امبارح وهو بيقول بالنص كده، يعني الجزء الاحترافي اللي في الناشئين لما هيروح مدينه نصر، الامور هتبقى تقدر تعمل كمان حاجات كتيره وتوسع منفذ مدينه أكيد نصر. اكيد. فبالتالي طبعا دي حاجات كلها اكيد. دور بقى النادي الاهلي الوطني والمجتمعي، الدور المهم يا كابتن، صعيد مصر، يعني لما تيجي نحط كلمه صعيد مصر، مين كان يحلم اللي النادي الاهلي يبقى له مقر وفرع في صعيد مصر؟ وفين؟ في الاقصر. انا مش عايز اعدي نقطه، انا بقى اتفضل يا كابتن، انا مستنيك عشان ما نعديش نقط. براحتك يعني خالص، خلينا ناخد الاول استاد السلام. بص انا برضه عشان انا ما عنديش الداتا اللي تخطر لك على بال، يعني انا طالع امبارح اتكلم واعمل ما عنديش غير يعني عارف، بس انا في الحته اللي دي هقدر اقول لك اللي انت عايزه. لا ماشي انا عارف، بس يا احلى حاجه كانت المفاجاه لينا كلنا، حتى كمان وانت بتقول لي انا يلا تعالى علشان كابتن مفيش ورقه. طب حفله هقول فيها ايه الحفله؟ مفيش ورقه، انت فاهم؟ انا اللي ربنا بعته قلته.
ويعلم عليا ربنا والناس اللي عارفاني. انت واقف تقول من قلبك، لاني والكابتن محمود الخطيب بيقول كلمته، انا عمال ابص ورايا وابص على البرج وابص على الملعب. انت واقف في التتش برضو يعني، يا رهبه، اه مصنع الابطال، ده الملعب الشاهد على كل انجازات النادي الاهلي، مصنع الابطال. فجت في بالي جمله، كل نجيله فيه طبعاً بطوله وعرق وكفاح وقصه. فواقف يا كابتن كده، فمركز مع الكابتن قوي في كلمته، ومركز طبعا عشان اي حاجه هتبقى انت جاهز على طول، ومش عارف طبعا الكابتن هيقفل كلمته امتى او هيحصل ايه، فانت واقف مركز. فلقيت الكابتن محمود الخطيب عمل حاجه جميله قوي. فاكر جمله الاهلي لما يقول لك الرد في الملعب؟ انا لقيت الكابتن بيرد في الملعب، خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يتكلم يتكلم، رد في الملعب. وما بالك بقى ان انت فعلا بترد في مختار التتش ده، انت بترد في الملعب فعلا. فلما رجعت خدت الكابتن قال كلمته وقلنا هنمضي البروتوكول، قلت يا جماعه في مقوله للاهلي جاتني في ساعتها، ان النادي الاهلي بيرد في الملعب، والنهارده مش صدفه انك تبقى في مختار التتش وبترد في الملعب. جميل. تقول لي بقى اصل هي جت ازاي؟ ما فيش والله، مش يعني ما فيش حاجه، هي كده، هو احساسك خدك على كده. لا ما طبعا مش اي حد بياخد، لا والله بجد، لا كده. وبرضه وانا واقف يا كابتن امبارح وشايف الكلام ده، وبعد ما اتقالت كل الكلام ده، والاستاذ محمد كامل وقف واتكلم، والكابتن الخطيب وقف واتكلم، وعايزين نشكر الاستاذ محمد كامل بصراحه، طبعا عايزين نشكره شكر طبعا كبير جدا، لانه برضو راجل طبعا ما شاء الله عليه قمه في الذكاء، وناجح، هو اساسا شخصيه ناجحه طبعا، بيعرف يختار كمان شركاء النجاح بتوعه ازاي. بالظبط، ما شاء الله يعني، مهما اشكره يعني مش هديله حق. طبعا كابتن ميدو في صوره كده الاستاذ محمد كامل قال هناخد صوره سيلفي، كل واحد ياخد صوره سيلفي. انا اجزم لك ان ما فيش واحد قاعد ضيف او اعلامي او مسؤول او من مجلس الاداره او من اعضاء النادي او من جماهير او محبين موجود في المكان ده الا لما جسمه اشعر. انت بعد ما قلت يا جماعه استاد الاهلي بالسلام، ده لحين تحقيق حلم النادي الاهلي الكبير، بعد ما قلت مقر الجزيره هيزيد حمام سباحه مغطى اولمبي عالمي على اعلى مستوى، بعد ما قلت مقر للنادي الاهلي في الصعيد اقصر في الاقصر تمام، بعد ما قلت تطوير عالمي لقناه الاهلي، ايه الاجوان دي؟ يعني عارف صواريخ دي، مش اجوان دي، صواريخ. واقف في التتش وشايف الدنيا والفرحه حلوه، يعني 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 حتى في ناس من شركه السادات بتعيط واقفه جنبي بتعيط، فقلت دي دموع فرح فعلا، فلازم الفرحه انت تبقى اكيد أعلى. شفت الفرحه على السوشيال ميديا الاهلاويه بجد كانت مشاعر صادقه جدا من كل، يعني كل واحد عمل دور، لكن يبقى الدور الاكبر والاعظم لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، اللي يعني تحدث حتى اراك، يعني السكوت خالص خالص، كلام تطلع مفيش، مصر كلها عارفه ان في حاجه هتحصل في التتش، والكراسي داخله والبنرات والصور، في ايه اللي بيحصل؟ بقول لك احنا كاهلاويه منتمين للنادي مش عارفين يا كابتن. انا رايح موجود في الحدث، مش عايز اقول لك انا عرفت الساعه كام موجود في الحدث، وعرفت الساعه كام هقول ايه. انت عرفت انا كنت بكلمك امبارح ليه؟ يعني مكالمتك دي بعد الساعه 4 ما كناش لسه عارفين حاجه. اه بالظبط. فهو ده النادي الاهلي، وهي دايما الحاجه بتطلع من النادي اللي هو عايز يقولها ويقولها مظبوط. فالحمد لله على التوفيق، الحمد لله على الشكل الجميل والعالمي، والصوره اللي ورانا دي صوره رائعه جدا طبعا، دي كلمه الاستاذ محمد كامل، الصوره الكبيره والشكل الرائع وجوده التصوير اللي خرج بيها مجهود السادات والاستاذ عماد الغول، والشغل الكبير اللي حصل ده حاجه محترمه جدا جدا جدا. وعايز اقول لك بقى على حاجه، ان الكابتن خطيب والاستاذ محمد كامل ما فيش امبارح حد كاتب ورقه، ولا يعني ما فيش حد كاتب بيقرا من ورقه، مفيش اصلا، بيقول استاذ عماد الغول كمان طبعا كل ما فيش حد بيقول اي حاجه، يعني بص كل واحد بيتكلم بيشرح ايه الموقف وايه الوضع، كلام القلب كلام القلب. وبص بجد بجد ليله العمر ويوم تاريخي وشكل رائع، ومبروك للنادي الاهلي، مبروك لاعضائه، مبروك لمجلس ادارته، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. اكيد. تخيل بوب انت عندنا اربع احداث حصلوا امبارح،
او اربع محاور حصلوا. تمام. المحور الواحد فيهم يخليك انت فرحان وسعيد وطاير من الفرحه. يعني برافو عليك. يعني كان ممكن ده، يعني انا زملائي في الاعداد كانوا دايما يقولوا لي ده احنا عندنا اربع محاور، المحور الواحد فيهم يخلينا مبسوطين وطايرين من الفرحه. يعني كان ممكن نقول مثلا شهر ده انا حاجه وكمان مال طاير حاجه. لا انت عارف اللي هي قاعده انت مش مستوعب كل الكلام اللي بيتقال، اربع صواريخ زي ما انت قلت، يعني 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 انجازات بتتحقق وانت بتتكلم واحد اثنين ثلاثة أربعة، مفيش حاجة تقل عن حاجة. حلم الاستاد ده يعني حاجة، يعني حاجة مرعبة جدا. وبعدين بقول لك انت عندك استاد الوقت اهو، انت فيها 25 سنة، وبعدين انت ما وقفتش الحلم الكبير خالص. الحلم الكبير بقى خلص في سنة في اثنين في ثلاثة في أربعة في عشرة، خلاص انت كده كده عندك الاستاد بقى أمر واقع. وزي ما قلت لك الاستاد مدينة عالمية فيها صالات مغطاه وفيها الاستاد والسلام، ما انت اكيد عارف حاجه محترمه جدا جدا. وكمان خلي بالك هو انت لما بتحس بجمهورك الاحساس ده وبتقول لجمهورك انت بتروح برج العرب وبتروح هنا وانا عايز اسهل عليك، هي دي رساله سهله؟ هي الحاجات دي رساله سهله؟ تكلفه الحاجات دي رساله سهله؟ والتخطيط للحاجات دي رساله سهله؟ هو المفاجاه وان تفضل تشتغل كل الكلام ده في سريه تامه وتعلن في الوقت والميعاد اللي انت عايزه والكلام ده كلام سهل؟ طبعا اكيد مستحيل. يعني شغل احترافي مميز، لكن بقول لك شراكه الوحده الاقتصاديه بين النادي الاهلي وشركه استادات الشركه الوطنيه العملاقه والاستاذ محمد كامل، واللقطه دي بالذات دي لقطه يعني تاريخيه. الناس دي بقى ما فكرتش في سنه ولا سنتين انتخابات ولا دوره ولا دورتين ولا ربنا يحيينا هنكون موجودين ولا مش موجودين. الناس دي يا كابتن فكرت ل 2045. 2045 25 سنه انت بتتكلم، وبتتكلم في اكتر، يعني انت واخد حقوق الدفاع 25 سنه لحاجات مهمه جدا، وفي نفس الوقت مكمل ل 2045 بوحده اقتصاديه أول نادي في الشرق الأوسط، ومن يعني من عدد أندية بسيط في العالم بيعمل حاجة اسمها الوحدة الاقتصادية مع كيان كبير وهتشتغل على أبعاد تانية خالص. الجميل اللي كل ما تم الوعود بيه في أسرة وعائلة الأهلي اللي قبل الانتخابات الناس كانت بتقول الحاجات دي حبر على ورق، ده في حاجات اتخطت على الكابتن الخطيب دي قال احنا تخطينا، ما كانتش دي بالزبط. قال احنا تخطينا في اللي احنا وعدنا بيه 85% بجانب الاضافات اللي عملناها. فتخيل 80% 85 امبارح الكابتن قال. فتخيل بقى يعني الـ الانجازات اللي اتعملت. طبعا دي صوره بتتكلم عن نفسها، واقع بيتكلم عن نفسه. وعايز اقول لك بقى مفاجاه اكبر، ان شغل الاهلي والوحده الاقتصاديه مع سادات كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مجرد بدايه بالظبط، مجرد عنوان لتعاون. يعني ده مجرد عنوان لتعاون. انا قلت يا بوب في بدايه الانترو بتاعي، طبعا انت استاذ في الكلام ده، بس كلام فعلا والله كان من القلب وقلته. اصلا انا عندي كمان على الفيسبوك قلت طالما انت عندك جماهير عظيمه، عندك جمعيه عموميه بشكل ولون النادي الاهلي، عندك مدير تنفيذي اكثر من رائع، مظبوط، عندك مجلس اداره فعلا بيليق باسم نادي الاهلي الكبير، عندك رئيس مجلس اداره ورئيس نادي اقل ما يوصف به انه اسطوره، عندك الكل بيحب الكيان وبيخدمه، مستني ايه من مجموعه زي كده؟ مستني اللي احنا شفناه امبارح. هو ده بقى عايز اقول لك حاجه، رغم ان ما فيش ولا واحد الافق بتاعه كان يتسع يخمن، بس يعني انت لو قعدت اي حد مسؤول او عضو او جمهور او اعلامي تقول له ده النادي الاهلي هيعمل حاجه جامده قوي قوي قوي، هيعمل حاجه جامده قوي، ها مش حد يتوقع. يلا قول لنا، ها يلا وافتح السقف قول لنا اخرك ايه. لا يمكن كان حد دي السيلفي يوصل. طبعا دي بقى دي الصور بقى اللي دي بقى كانت، مش عايز اقول لك مشاعر الفرحه كانت عامله ازاي. اتفضل. يعني مشاعر الفرحه في التوقيت ده اكيد كانت عامله ازاي. وشوف شوف مجهود وتعب واحضان وتهنئه لا انت عامل حاله، عامل حالة. يعني الواحد امبارح كان برضو جالي جملة امبارح بس بصراحة ما رضيتش اقولها في الحفلة، بس انا ممكن اقولها معاك هنا. وانا بشوف الكلام ده
قلت الناس كانت عماله تقول الكابتن محمود الخطيب اعتزل اللعب سنه كام بتاع الكابتن لسه بيلعب وبيراوغ وبيهدف وبيجيب اهداف تاريخيه مع مجلس الاداره، واللعب كان في التتش، اللعب امبارح كان في التتش. جميل. يعني انا بقول لك بتبقى بيجي لك حاجات، بس انا بصراحه ما رضيتش اقول الجمله دي امبارح، ما اعرفش يعني جت ما رضيتش اقولها، لكن عمال افكر فيها من امبارح بجد، اقولها ما اقولهاش، عارف فعلا ادي يا جماعه مختار التتش كان فيه مباراه قويه جدا، كان فيها اجمل اربع اهداف باربع انجازات يعني في مستقبل النادي الاهلي ل 2045. يا اخي انا بتجنن لما بقعد افتكر الكلام اللي كان بيتقال اول ما الكابتن محمود، هنطلع بره الورق بقى يعني انا وانت شويه كده، اول ما الكابتن محمود يعني كان بقى بدا يرشح نفسه، وكنت اسمع ايه هو الكابتن محمود الخطيب بالاداره والكابتن مش عارف، فاكر فكره التشكيك اللي احنا كنا وصلنا لها لما الكابتن محمود الخطيب طلع في احدى، هو مش معقوله كان حد هيشكك يقول لك هو ما كانش لعيب كويس، لا ده هقول لك هقول لك ايه اللي قاله بقى، هقول لك ايه اللي قاله بقى في احدى ندوات الانتخابيه، كان بيقول يا جماعه انا بدات يعني خايف اسمع ان هم يشككوا الناس ان انا لعبت في الاهلي. حصل كتر فاكر، حصل طبعا. فدي دروس في، والله العظيم الكلام ده فعلا انت عارفني، انت عارف لا ما احنا بنتكلم كده، دروس في الاداره ان انت ازاي تعمل تفجر صواريخ زي ما انت بتقول، تفجر قنابل اربع، كان ممكن اقول مثلا واحده واستنى مثلا ثلاث اربع شهور، لا انا اديتك اربع قنابل عشان ايه بقى، مظبوط، اوريك انا ايه، انا بشتغل ازاي، او انا بحب المكان ازاي. اللي يجيب اربع اهداف في مباراه كبيره زي دي عنده اهداف سوبر تاني، اهداف تاني. بالك الاداره بالزبط. مجلس اداره النادي الاهلي اللي يجيب كميه الاهداف دي في مباراه واحده في حدث واحد، ثق تماما ان في اهداف تانية كتير جدا. اكيد. السؤال بقى يعني فكره الاحترافيه الاداريه دي كانوا بيشككوا فيها ازاي؟ لا ما هو اصل بص والدرس ده نستفيد منه ايه اداريا يعني؟ ده هم من كتر ما هم عارفين ان اتعاملوا مع الكابتن قبل كده، هو كابتن جاي من نائب رئيس النادي الاهلي، وقبلها كان عضو مجلس اداره، وقبلها كان بيدير، بص انا وجهه نظري اصعب ما ادار الكابتن محمود الخطيب في حياته لما ادار موهبته الرياضيه. انت عارف مش اي نجم يعرف يدير موهبته، كابتن محمود الخطيب اللي ادارته لموهبته الرياضيه خليته محبوب الجماهير حتى هذه اللحظه. جميل قوي. يعني الكابتن الخطيب بقول لك كم من لاعب اعتزل وكانوا كلهم نجوم كبار، لكن ما فيش لاعب طلع من الملعب قدرت موهبته طلع طبعا اصل طلع من الملعب ونجوميته وشعبيته واحترامه زاد. اي لعيب بيخرج من الملعب بيقل. برافو عليك. بيقل بدون القاب. الخطيب اللاعب الوحيد اللي خرج من الملعب نجوميته زادت. هي دي مش اداره يا جماعه ولا هي دي ايه؟ بس عشان ايه يبقى الكلام منسق وفي امره المظبوط. انا فاهم وجهه نظرك، وانت طبعا كنجم ولعيب كوره كبيره كابتن ميدو، لعيب الكوره عنده موهبه في حته معينه، لكن الباقي ده اداره ما فيهوش بقى خلاص. انا من ساعه ما كابتن محمود ما شاء الله مسك النادي وانا شايف فيه دروس اداريه بتطلع، يعني دروس اداريه بتطلع، ازاي اتعامل مع ازمات يا بوب. طبعا مش عايزين نتكلم في اللي فات، بس ازاي طلعت من كميه اللقطه دي كانت لقطه اللي كان فيها الاستاذ محمد كامل ورجاله السادات، دي السيف اللي انت قلت عليها. لا دول بقى كان عارف نصهم بيبكوا، يعني بيعيطوا من الجهد اللي عملوه والفرحه طبعا اللي عملوها طبعًا. فكانت حاجه تاريخيه، يعني حاجه تاريخيه، حاجه محترمه قوي 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 بالشكل المبهر ده، حاجه تاريخيه. تعالى نرجع تاني عشان نطلع من نقطه تانيه. درت ازمات كبيره جدا حصلت النادي الاهلي اول مره تحصل في حياته، وانت طبعا كنت شاهد عيان طبعا كنت معانا وشفت الدنيا كانت ماشيه ازاي، قدرت تطلع انت بشكل حلو قوي قوي قوي، كل الدنيا ضربت لك تعظيم سلام بعد كده. مش عايزين برضو نتكلم في هي كانت فيها جمله هنا، ازمه ثانيه طلعت منها، ازمه ثالثه طلعت منها، لغايه لما عملت كل الكلام اللي احنا بنشوفه ده وانت شغال بي. يعني الازمات دي بتحصل وانت شغال، لكن في وسط ده يا كابتن النادي الاهلي لما اختار الصمت اختاروا قوه مش ضعف. قوه طبعا. يعني ما هو ده بيبان بقى بعدين. بالظبط. يعني انت ايه بتسكت، فالناس بعض الناس ممكن تقول لك الصمت ده ليه؟
فيلاقوا الرد باقوى من حد متخيل، اللي الناس شغاله. هو اللي انا قلت لك في البدايه، الرد في الملعب. فخلاص دي بقى يعني سياسه بقى واداره وفي التتش مش في الملعب وفكر وفي التتش ومن الاهلي وخلاص هو جيل بيسلم جيل، والنادي الاهلي كده ومجلس الاداره هم خلاص يا جماعه الناس متوارثه فن الاداره وبتجود وبتحط، كل واحد بيحط طوبه فوق التاني، بنوصل للمستوى ده. وانا بقول لك اللي بيسجل في يوم زي ده سوبر مباراة زي دي سوبر هاتريك واربع اهداف باربع انجازات، التاريخ هيكتب فيهم كتير قوي. عنده طموحات تانية كتير، عنده اهداف كتير. جميل، لان محدش بي 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 بيطلع اللي عنده مره واحده. جميل قوي، جميل قوي. فتحت لي نقطه، ازاي انا بفكر كمجلس اداره مش في فتره رئاسه بس، ازاي بفكر في 25 سنه، ازاي بفكر في استاد النادي الاهلي، ازاي بفكر ان انا يعني مش بفكر ان انا بس بعمل شو، او طبعا احنا بعيد عن الكلام ده خالص، بس برضه بنتكلم بمنتهى الواقعيه وندي للناس حقها. انا ده برهان في حاجه 25 سنه، ده برهان لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل. مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل والمجموعه اللي شغاله واللي تعبت في القصه دي، ما بصوش على سنه ولا على اتنين ولا على مده اداره ولا مدتين، انا بتكلم معاك في 2045. انا بشتغل ل 2045 وعملت شغل على ارض الواقع ينتفع بيه عضو النادي الاهلي 25 سنه بالظبط. ما شاء الله، يعني ربنا عمر. يدي الناس كلها العمر ويدينا العمر. يعني في ناس مش هتشوف انجازاتها وفي ناس يعني انت عديت مرحله انك بتشتغل لسنه واليوم والبكره والخطط خمسيه وخطط وبعدين اصلي فاضل سنه ولا سنتين على الانتخابات، لا كمان دوره، لا في نزول، لا ما فيش نزول، لا 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 لا, لا. انا مش في دماغي الكلام ده كله. انت بتعملش لنفسك بالظبط، ده برهانك انك بتعمل للكيان، ده دليلك انك بتعمل للنادي الاهلي، ده اختبار كبير قوي حطيت نفسك وامكانياتك فيه علشان تعمل احسن حاجه على خطه كبيره جدا موجوده من دلوقتي، وفي نفس الوقت بتدخل للنادي موارد ماليه. فاعتقد ان الفكر الاستثماري ده بالوحده، كلمه الوحده الاقتصاديه بين النادي الاهلي وبين شركه سترات، الجمله دي يا جماعه جمله مش صغيره، الجمله دي كبيره جدا جدا جدا. اول حاجه فيها بس 25 سنه حقوق انتفاع، وبتتكلم في 2045. جميل جميل، كله بيسلم بعضه وهاب، وكله بيحافظ على النادي الاهلي، وكله بيشتغل من اجل رفعه النادي الاهلي، ودي حقيقه ملموسه وحقيقه يعني اي حد يشوفها. انت عارف يا جماهير النادي الاهلي دايما طموحه ودايما، طب احنا ايه 25 سنه ماشي بس استادنا البيت بتاعنا، كانت كل التساؤلات دي امبارح. امبارح كنا عاملين نرد، يا جماعه انت عندك بيت دلوقتي، عندك بيت وبتبني بيت بقى بمزاج. لا هو بص يا كابتن اتفضل، انت دي عشان ما يحصلش طبعا ناس كتير كانت عايزه تعمل فيها خلط، لكن برضه ما حدش عارف يعمل فيها خلط. بمعنى ان لما تيجي تقول استاد الاهلي هتحط له 7 سنين 8 سنين 5 سنين 10 سنين يا سيدي، طبعا هيتحط له، لان انت هتعمل بتبني استاد بقصه كبيره قوي وقصه عظيمه جدا كويس جدا. ولو طلعت النهارده قلت ان بعد 25 سنه هيبقى فيه استاد، الناس هتفرح جدا. انما انت طلعت قلت فيه استاد اهلي، خلاص معاك حق انتفاع 25 سنه استاد الاهلي بكل ما يحمل بقى من شعار واسم وكل حاجه، 25 سنه، وفي نفس الوقت انت لم تتخلى عن حلمك الكبير وحلمك الاكبر في بناء بناء استاد النادي الاهلي من البدايه. فالفكره كانت رائعه جدا ان يبقى عندك على ارض الواقع دي دلوقتي، مفيش حاجه بتبقى لا ده دلوقتي وقائم وموجود، وفي نفس الوقت انت شغال على المستقبل وشغال اكتر من الاول. بالظبط بالظبط. تعال نروح لمحور تاني، محور ان انت بقى عندك نادي في الصعيد او في الاقصر تحديدا. انت عارف قد ايه الصعيد بقى اهلنا وحبايبنا بيعشقوا النادي الاهلي، دي برضو خطوه كبيره جدا جدا قوي. خطوه عظيمه، واهل الصعيد دايما ما حدش بيعمل لهم حاجه غير الدوله وغير البلد وغير الدوله نفسها. فلما تيجي تلاقي عز شغل النادي الاهلي ده والمشاكل والطموح والامكانيات، ان تلاقي النادي الاهلي حاطط عينه على الخدمه المجتمعيه، ان النادي الاهلي مؤسسه مصريه وطنيه رياضيه لا تهدف للربح، ومع ذلك بقى فيها شغل استثماري، ودي النقله، دي النقله التاريخيه اللي بقى في عندك الشغل الاستثماري بهذا الحد، ومن خلال ده برضو بتعمل واجبك الوطني
وواجبك المجتمعي. جميل. الواجب الاجتماعي ده لما يبقى عندك فرع في صعيد مصر وفرع كبير وفرع مساحته كبيرة، بسم الله ما شاء الله داخل على 40 فدان، وحاجة في حتة رائعة، وده هيبقى نواة، نواة ومش هيبقى أول وآخر حاجة كده للنادي الأهلي. خلاص بقى أنت قلت اللي بيحط أربع خلاص بقى هاتريك ليه عنده تاني أهداف كتير. وإنك تقدر تحتضن أهل الصعيد ومواهب الصعيد. الصعيد ده يا كابتن مليان مواهب، مش عايز أقول لك. وعلى فكرة اللي ما يعرفش وما يتابعش، يعني قطاع الناشئين في النادي الأهلي لما بيبقى فيه اختبارات بيلف محافظات الصعيد وبيروحوا سوهاج وبيروحوا هنا، بيقعدوا ثلاث أيام هنا وبيشوفوا وبيجتهدوا وبيتعبوا، والنادي الأهلي بيروح لمحبينه وجماهيره وعشاقه لكل حتة. لكن في يوم وليلة بتقول لي بقى عندك مقر وبتعمل مقر في الصعيد، أعتقد دي برضو إن دي فكرة ما بتجيش كده على الطاير وما بتجيش من 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 حاجة سريعة، لكن واضح جدا ان العمل بشكل كبير بشكل جماعي وعلى اكتر من محور، وان المحاور بتتقفل بهذا الشكل الرائع الممكن تنفيذه واللي على ارض الواقع بقى واقع حقيقي. تمام. الاستاذ محمد كامل امبارح في كلمته كان بيأكد على ان الكابتن محمود الخطيب بالرغم من تعبه الشديد جدا الا انه حريص على حقوق النادي الاهلي. لا شفتها ازاي الكلمه دي او سمعتها ازاي؟ قول لي. الجمله والاستاذ محمد كامل شاطر، يعني انا قلت لك هو ما شاء الله شخصيه ناجحه وذكيه جدا، تاجر بقى، صنايعي، مهندس، معلم، زي بيتقال بقى على اصحاب المهن، هو بيجمع كل الحاجات دي. كان بيقول كده، وكان كمان بيقول قبل ما يطلع على الستيج، قال يا جماعه انا يعني كنت بشفق على الكابتن، كل ما اكلمه كان بيكون تعبان، وبيقول لي مثلا انا كامل هاخد الحقنه الساعه 8 تجي لي الساعه 9، فيهزر يقول لك ايه المره بقى الكابتن هيكون تعبان نعرف نعدي حاجه. قال لك اول ما نتكلم في الشغل والامور كابتن بيتحول تماما، مش هتعرف تعدي منه، مش هتعرف ترقصه بلغه الكوره، مفيش خالص. فكمان عارف الكيمياء والحب اللي موجود بين الطرفين حاجه كويسه جدا، وزي ما بقول لك ان شاء الله هتبقى الفتره اللي جايه فيها حاجات كتيره جدا واستكمال اللي بدا امبارح. يعني هو كان الكلمه دي كان عايز يعدي حاجه فما عرفش يعدي حاجه. لا هو يعني هو خلي بالك قال كلمه كده من قلبه بدون تحضير اكيد مش مكتوبه، فطلع قال اللي جواه، لان امبارح القصه كلها كانت حاجه يعني مش عايز اقول لك، المشاعر الانسانيه كانت طاغيه بشكل كبير قوي. هو بنى على الاستاذ محمد كامل من اول رعايه النادي الاهلي لما قام وحضن الكابتن محمود الخطيب بالظبط، فكانت بس دماغه بالظبط، يعني الامور واضحه جدا بشكل كبير جدا. في نفس الوقت كل واحد بيحقق اهدافه. النادي الاهلي بعيدا عن المشاعر عنده هدف استثماري عظيم هيعمله اكيد من ورا استاد الاهلي ومجمع السباحه المغطى، المعلمين اللي هيبقى حق انتفاع للنادي الاهلي، لمقر النادي الاهلي في الصعيد، تطوير القناه، تطوير القناه، دي اهداف استثماريه كمان يعني هتضيف لك دخل كبير جدا. اكاديميات النادي الاهلي اللي هتتعمل في استاد الاهلي في السلام، ملاعب اللي هتتشال من مدينه نصر تروح هناك فهتوسع لك أكيد. كل ده أكيد. أكيد. رغم الجمال في المشاعر الانسانيه وكل ده جميل والصداقه وكل ده حاجه حلوه، لكن في الاخر الكسبان الكيان اللي كسبان النادي الاهلي اللي كسبان الاستثمار، وفي نفس الوقت شريكك المتضامن معاك استداد. شركه استادات الشركه الوطنيه العملاقه بالظبط 100% بالظبط، محدش بيدخل حاجه خسرانه بالظبط بالظبط. كمان يعني دايما الاطراف النجاح بينقوا بعض طبعا. 55 مليون سنويا النادي الاهلي برضو مبلغ مش قليل وحاجه جميله جدا برضو، بالاضافه للاربع محاور اللي هنتكلم عليها في ظل الكلام ده، حاجه كويسه جدا. لكن انا ما اعرفش بقى الارقام ايه والامور دي، لكن ده اللي تم اعلانه. فانا بقول لك المكاسب كبيره جدا والنادي الاهلي كسبان كتير جدا من الامور دي. هي يعني برزنتيشن السادات كانوا ماشيين في نفس النهج، ايهاب بمشاركه ناجحه كان بيرقصهم برضو الاستاذ يعني محمد، حاجه جميله جدا. مش عايز اقعد اتكلم عليه كتير عشان بس الناس ما تفهمش غلط، لكن هو فعلا صانع من صناع النجاح الرياضي في مصر، ودي حاجه لازم تحسب له يعني. طبعا اكيد نقله، والنقله الجديده كمان نقله كبيره جدا كمان بشراكه النادي الاهلي اكيد. تعالى بقى نروح بقى اجي في ملعبك شويه بقى. راحت ملعبك بقى تحكيم. اتفرجت على مباراه النجم الساحلي. الحكم كان عايز يعمل ايه؟ واحنا اضطرينا قد ايه من الحكام؟ وشايف النادي الاهلي داس شويه في موضوع التحكيم. طيب تعالى نحط عنوان كابتن ميدو للتحكيم
في الافريقي، خلينا نخص تحكيم افريقيا الفتره دي، ونقول ان مهما يلعب النادي الاهلي في تونس التحكيم هيبقى ضده. جميل، احنا كنا عارفين كده. لا ده هنحط هنحط العنوان ده عشان نشتغل من تحته. ماشي، مهما يلعب النادي الاهلي في تونس التحكيم هيبقى ضده. طيب قول لنا يا عم ايهاب ليه؟ واضحه وصريحه. تعالوا نرجع لنهائي بطوله الامم الافريقيه السنه اللي فاتت. شفت ملعبك حلو ازاي؟ شفت بقى قول لنا يا عم ايهاب ودخلنا في الاجواء. ما اصل انت عارف انت جاي في حته انا شغال عليها بقالي 3 ايام. قول لي. محضر فيها حاجات كويسه جدا هفاجئك بيها. قول لي. يعني في بعد فضيحه الوداد والترجي مفيش بصراحه، ده طبعا ده العالم كله اتكلم فيه. حاجه حصلت؟ لا ولا حاجه حصلت. ايه قوه، مع احترامي لكل الاشقاء التوانسه، مع احترامي للناس كلها، ايه هذه القوه؟ كشف عن هذه القوه الاستاذ عمرو مصطفى فهمي في فيديو مسجل موجود على موقع الوطن. الراجل بيقول نصا كده، سمعت وانا هستعير منه هذه الكلمات الهامه جدا. سليمان أوباري اللي هو رئيس اتحاد جيبوتي ورئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، هو ليس حكم يعني على فكره، يعني اللي بيدير لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي مش حكم، مقيم في تونس اقامه كامله بتعليم اولاده بي 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 بسكنه بكل حاجه كله تمام، وبالتالي لن يستطيع، مش الاهلي بقى بس، اي نادي مصري هيلعب في تونس التحكيم مش هيبقى معاه. واضحه وصريحه. طيب الامور هتعدي على كده؟ لا. فاطمه سموره مندوبه الاتحاد الدولي والمشرفه على التنظيم والتخطيط في الفتره المقبله في الاتحاد الافريقي حطت ايديها في الفتره اللي فاتت على هذه النقطه، وبيتم التعديل والاجتماعات على مستوى كبير جدا من حكام الصفه في افريقيا والخبراء. لان هقول لك مفاجاه، ان احمد فشل في انه يحرك سليمان أوباري بره الاتحاد الافريقي وبره هذه النقطه بالذات. في قوه كبيره داخل الاتحاد الافريقي اكبر من رئيس الاتحاد الافريقي، والنادي الاهلي لما قدم احتجاجه للاتحاد الافريقي لانه ما ينفعش يتخطاه، ولكن هو يعلم ان المنظومه داخل الاتحاد الافريقي فيها مشكله كبيره، ولجأ للاتحاد الدولي. ده النهارده بكل امكانيات الاتحاد الافريقي كابتن ميدو، تقنيه الفار، هل تقنيه الفار كاتحاد افريقي ما عندوش الامكانيات؟ عنده الامكانيات. لماذا لا يطبق الاتحاد الافريقي تقنيه الفار لا 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 لا, لا في دور معين من البطوله ولا في النهائي ولا في اي ليه؟ ولا عايز اساسا. ولا عايز اساسا، طول ما موجودين في ناس بتستفيد، هذه الاسماء بالزبط التي تستفيد من المنظومه التحكيميه في الكاف هيحصل مشاكل كبيره، وطول ما موجود الاسماء دي وسليمان أوباري وقبله كان ناس كتير جدا جدا، ده كان بقول لك ده هيتحل. لكن النادي الاهلي دفع كتير قوي، من انت بتتكلم من ايد انرامه، وبتتكلم من طرد لعيبه، وبتتكلم من اهداف من تسلل، وبتتكلم وترجع في الاخر يقول لك بطولات حلال وحرام. انت بتتكلم في ايه اساسا؟ انت بتتكلم في ايه؟ اديك شايف على عينك، واديك شايف الاداء، واديك شايف التحكيم، وديك شايف طرد ايمن اشرف، وديك شايف مش ممكن. ف يا ريت طرد وخلاص، ده طرد ولينا ضربات جزاء. انا مش عايز اتكلم، بس انا عايزك اسيبك انت تتكلم. فيفضل يعني ايه حكم بكل، بص مفيش حد ينتمي للنادي الاهلي لا ينتمي للنادي الاهلي معقبش على هذه الفضيحه الفجه جدا. في الاخر رغم كل ده انت بتنال استحسان ورضا جماهيرك اللي شافت انك ما قصرتش في كل حاجه، وان عملت اللي عليك واستحوذت ورحت، ويكفي الفرحه الكبيره جدا اللي لعيبه النجم كانوا فيها بعد اطلاق ده. انا حسيت انهم خدوا كاس العالم. فرحه كبيره جدا وبيلعب بنس في ملعبه و و و على الرغم ان ممكن يكون في بعض الاخطاء في الاهلي، عشان نكون واضحين، زي بيقولوا ان التحكيم كان فيه اخطاء، ممكن تتكلم في اكتر من حاجه، اذا كان رمضان يقابل او اكبر جبهه في النجم عشان يوقفها، ولا كان يبقى موجود الناحيه الثانيه علشان تتكلم في بعض اللعيبه تبقى موجوده، ولا اكيد في بعض الامور، واكيد مستر فايلر بكل امكانياته اللي بيستحوذ على ثقه جماهير النادي الاهلي لسه في افريقيا هيبقى عنده خبرات اكتر، واكيد ظروف الاصابات اثرت معاك، ففي اكتر من حاجه بتاثر معاك. اكيد الحكم في المباراه دي كان تاثيره واضح
وفعال. وانا بقول لك ان قصه التحكيم في افريقيا يا كابتن مش هتنتهي بالصوره اللي احنا بنتكلم فيها دي، لكن النادي الاهلي مش هيسيب حقه. خلي بالك قبل ما نتكلم عن النادي الاهلي والسبل اللي بتتبعها في هذا الملف تحديدا، حته ان احنا بنشتكي من التحكيم، اي فرقه ممكن تتضرر من التحكيم، لكن في اخطاء تحكيميه متعمده لخسارتك، ده اللي بنتكلم فيه بس. لكن في حكم ممكن، يعني ممكن في حاله انا اختلف انا وانت فيها كويس، لكن في حالات ما فيش حد بيختلف عليها خالص. انا كلمتك في قوانين اساسا الحكم حافظها بالظبط، انا كلمتك في العموم، ولكن لما تيجي تتكلم وانت لعيب كوره كبيره يا كابتن، ممكن حكم يكتف لك الماتش بالظبط. يعني اولا الحكم البتسواني يعني شال رهبه لاعب النجم وحط لعيبه النادي الاهلي تحت ضغط كبير، وما حماهمش من الضرب، من الضرب ومن العنف واي كره كانت مستباحه. هم واضح يا بوب زي ما انت قلت في الاول، الموضوع في تونس مختلف، لا خلاص كلنا عارفين كده، بس الجماهير الاهلاويه عرفت الكلام ده متاخر، احنا كنا بنقول من زمان. ده العنوان اللي احنا بنحطه جميل. عشان الناس تبقى فاهمه السر فين، ما لولا الاستاذ عمرو مصطفى فهمي بامانه ما كناش عرفنا القصه فين. انا هجيب معلومه ان الراجل قاعد مقيم، الراجل رئيس اتحاد جيبوتي ده قاعد ومقيم، سليماني ده هو بعياله ببناته بكله بيتصرف وبيحصل، وجماعات يعني وسكن يعني قاعد احسن من بلده، مش قاعد في بلده. لو قاعد في بلده كان قاعد في بلده، لا قاعد بيتمتع في احسن من بلده. وبالتالي واضحه جدا جدا العلاقه، وكان لازم يبقى في تحرك داخل الاتحاد الافريقي بعد الفضيحه اللي شهد عليها العالم كله. اللي انا بستغربه ازاي الاتحاد الدولي والمحكمه الرياضيه شافت الفضيحه الكبيره جدا في مباراه الوداد والترجي وعدت كده. دي بقى اللي برضو اغرب، لان صوابع الفساد التحكيميه اللي موجوده في الاتحاد الافريقي ليها اللي بيسندها في الاتحاد الدولي طبعا سلسله. ما هو انت النهارده في حاجه، النهارده بتشيل حاجه، فانت اذا كان ليك سلطه على الحاجه الاقل ونفس الوقت ما قدرتش تغير فيها، على الرغم يعني عايز اقول لك انهي بطوله قاريه يحصل فيها كده في العالم كله؟ انهي دوري ابطال اسيا؟ لا يمكن. الامم الاوروبيه لا يمكن. امريكا هتتكلم في ايه؟ فانت امام خلاص الفضايح دي هيبقى خلاص احنا بنسد الستار النهائي عليها. طب بس خلينا وقت. عشان النقطه دي مهمه جدا، خلينا نقول ان الاتحاد الدولي بيجي له ادله ومستندات. طبعا مين اللي بيقدمها له؟ طرفين، الطرف الشاكي والطرف المشكو في حقه. تمام، يعني هياخد ومين مين اللي بقى رايه اقوى شويه؟ اللي هو الاتحاد الافريقي بتاعك، اللي هو المفروض اللي هو كويس، بس ده برضه ما ياثرش عليهم، بمعنى ان الاتحاد الافريقي هيقول لهم يا جماعه ده اللي حصل كذا، هم مش هيصدقوا الاتحاد الافريقي على طول، هياخدوا الطرف الثاني، فالطرف الثاني عنده ادوات وامكانيات واثبت انه مظلوم. اتخاذ القرار الخاطئ هنا لا يعفي الاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه من المسؤوليه تماما، بل يزيد مسؤوليه ما اطلقنا عليه بالفساد في الاتحاد الافريقي ان له يد ممتده في الاتحاد الدولي. انت تبقى اصل انت تبقى كارثه كبيره عندك الاتحاد الافريقي، يعني مش عايز اتكلم في الكلام ده بصراحه، يعني تبقى كارثه، وهي كارثه فعلا، بس انت يعني مش عارف اعضائك فين، وعارف رئيس لجنه التحكيم عايش فين، وعارف ده عايش فين، امال انت ايه لازمتك؟ ما طالما الاتحاد الدولي ارسل مندوب من عنده وهي فاطمه سموره علشان تيجي تحل القصه دي، خلاص القصه دي هتتفور، ومش تبقى اللجنه دي بس، في حاجات كتير داخل الاتحاد الافريقي كتير جدا كتير جدا. بالظبط، التسلسل بقى التعامل النادي الاهلي في القصه، شكوى الاتحاد الافريقي وبعد كده شكوى الاتحاد الدولي. الاهلي عارف نادي محترف، نادي فاهم هو بيعمل ايه، نادي عنده الياته وضوابطه وعنده امكانياته، فبالتالي هو بيلجا مش ينفع تروح للاتحاد الدولي من غير ما تروح للاتحاد القاري بتاعك. بالزبط. فانت رحت للاتحاد القاري بتؤكد، والاهلي لما بيبعت مذكره كابتن ميدو بعتش مشكله بس بعت حلول، حلولها فين؟ لذلك اصرار غير عادي بتطبيق تقنيه الفار. هو في نادي بيستفيد من التحكيم هيفضل كل ما يتكلم يقول لك اطبق الفار في التحكيم في مصر ولا بره مصر يقول لهم طبقوا فار. قول لنا تاني كده، السنه بس يعني ساعات يعني بتقل شويه. لا اصل لا هي واضحه، هو في نادي بيستفيد من التحكيم بره مصر او جوه مصر، كل ما يطلع يتكلم يقول يا جماعه عايزين نطبق الفار جوه مصر ونطبق الفار في افريقيا، هو لو بيستفيد من التحكيم هيطبق الفار؟ استحاله، ولا يجيب سيرته اساسا، بس خلاص في حاجات هيجيب له قطط، في حاجات واضحه جدا 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 مش محتاجه يا كابتن، واضحه، لكن كل واحد بيحب يسمع اللي هو عايزه، كل واحد عايز يشوف اللي هو عايزه، كل واحد بياخد من النص الحته اللي يعرف يشتغل عليها. لا امسك النص كامل، خد النص كده شوفه كامل،
انما تطلع لي دي تفصصها براحتك وتطلع لي تفصصها براحتك، ففي الاخر واضحه تماما. لكن اللي انا اقدر اقوله لك ان انا فعلا متابع الموضوع ده، وبقول لك في تحرك جذري وتحرك كبير جدا، وتحرك هيكون واضح في الفتره الجايه وهيكون باين، مش حاجه بسيطه. طب ليه الناس بتقلل في ناس بتقلل من اتباع النادي الاهلي لمثل هذه السبل؟ يعني ليه بيقللوا منها؟ الاهلي اللي بيشتكي الاتحاد الدولي، الاهلي بتشتكي الاتحاد الافريقي، يعني مش أيوة عارف السبب فين. عايزين بقى، بص، في ناس فاكره ان بتاخد حقها بكلمتين في الهواء. شفت العيار الفالسو او الطلقه الفالسو؟ عارفها والله. جعجعه على الفاضي، با 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 با، ولا حد هيسمعك ولا انت. انما شويه الدراويش اللي بيبقوا وراك يقول لك يا سلام ده حقنا اجيب كلمتين. ايه اللي حق اجيب كلمتين؟ ده مش حق، ده باطل. الحق ان انت بتروح لصاحب القرار بتقول له في ظلم هنا وهتعمل هنا، انا اتظلمت هنا، وبتسكت او بتكون هادي، وزي ما قلنا صمت القوه وليس صمت الضعف. بالظبط. المفروض انك تلجا للسبل والاليات المضبوطه بقانون اللعبه. انت ما بتلعبش في غابه، انت بتلعب تحت مظله. مظله الاتحاد الافريقي فيها بعض المشاكل، تطلع للمظله الاكبر. وانا بقول لك ان الاتحاد الدولي خلاص عينيه مش هيسكت على الموضوع. خلاص. الموضوع بقى فج قوي، الموضوع تخطى كل الامور من قبل مباراه الاهلي، من مباراه الوداد، والناس اتحركت خلاص. لكن لسه الناس، عارف اللي هو ميت فبياخد اكبر مكاسب. ما يحدث في الاتحاد الافريقي بالنظام التحكيم هو نظام مات اكلينيكيا وخلاص بيتدفن، فبالتالي بيدور على اكبر مكاسب بطريقته الغير يعني غير مشروعه، الغير مشروعه، علشان يحقق اكتر حاجه. لما عرف ان هو انتهى. فمهما كان الوقت اللي فات، الوقت كتير واللي باقي الوقت القليل. نتمنى والله. لا ان شاء الله. هو دايما بقول كده في دماغي، يعني الفرق الكبيره في مصر اللي بتلعب في بطولات افريقيا، ليه كلنا ما نطالبش بتطبيق تقنيه الفار؟ احنا الاول يا كابتن كلنا ما نقولش يا جماعه هنمشي خطوه خطوه. الفرق الاول ما كانش بينقل لك المباريات اساسا عشان في الضلمه ما تبقاش شايف وما تتنقلش وتقعد تحكي للناس ونعمل اللي احنا عايزينه، في ايده اصل اللعيب اتضرب، اصل اللعيب حصل له. فادغال افريقيا كان فيها حاجات كتير قوي وصعوبات كبيره جدا، اصل بيلعبك على ملعب ما فيهوش برج لاذاعه المباراه، ويفضل يعمل لك الحاجات دي عشان في الاخر تسمع نتيجه من غير ما تشوف ماتش. لانك لو حد شاف الماتش ده يبقى فيه مصايب. ابتدت الماتشات تتنقل، طب هيلعب فين؟ ال 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 الشله دي هتعمل ايه؟ التحكيم هي الورقه الوحيده اللي فاضله، بيدروها بنفس الاسلوب القديم، محدش هيتكلم، هنشتغل، هنقفل، نبعت الرجاله بتاعتنا. خلي بالك ان هناك حكام بالاسم بيروحوا يخلصوا المباريات، والكلام ده قالوا الاستاذ عمرو مصطفى بالاسم الحكم ده بيروح يخلص لكذا، للمغرب، الحكم ده بيروح يخلص لتونس، الحكم ده لا، ده موضوع لازم ينتهي تماما، لازم ينتهي تماما. انا بقول لك وهعيد الجمله دي تاني، مفيش فرقه بتستفيد من التحكيم هتطلب انها تعتمد على تقنيه الفار. طبعا عشان كده بقول لك احنا واضح. احنا بنلعب بطولات افريقيا، في فرق معروف بالاسم بتلعب بطولات، ليه كلنا ما نقولش عايزين تقنيه الفار؟ بس ما هي الناس بتستفيد، ما هو في استفادات للفرق الكبرى. لكن النادي الاهلي خد خطوه في الوقت المناسب، تحرك بشكل كبير، لم يكتفي بالتحرك فقط للاتحاد الافريقي، تحرك مع الاتحاد الدولي علشان يؤكد ويبرهن لاكبر منظومه للعبه ان فساد التحكيم الافريقي تخطى كل الحدود. هو فعلا كان موضوع الفار اللي كان فضيحه في افريقيا ده لمباراه الوداد الشهيره دي، قال له فعلا خلاص بقى ونديك بطوله افريقيا المره الجايه، فعلا ممكن يحصل الكلام ده؟ يعني اسكت ونديها لك المره الجايه وخلاص بقى ونظبط الدنيا مع بعض. الكلام ده بيحدث في القاره الافريقيه. خليني اقول لك ان مفيش مره اشتغل فيها الفار في تونس كان شغال، بيتكسر. مفيش مادة. أكبر حكم في مصر بيدير المنظومة كان معايا، قال لي أنا هقول لك على مفاجأة، الفار أصلا ما كانش شغال وكانوا كاسرينه، لأن أنا حكام الأفارقة اللي كانوا على الفار أصحابي من قبل ما يبدأ الماتش، والفار مكسور من قبل، والحركة ده اللي حصل. والحركة تعال نروح نشوف وتعال نروح نبص، مفيش حاجة
مفيش حاجه، الفار مكسور وبتلعب الماتش والفار مكسور يا كابتن، هو في كده؟ انا انت بتضحك. لا والله اقول لك ايه، احلف على ايه يعني، فعلا الموضوع يضحك لكنه واقع. انت متخيل انا جايب فار حاططه لك شكل وكسر الشاشه وكسر الكاميرات ومفيش فار اساسا، والحكام قاعدين بيشتغلوا الناس كلها والعالم كله، ايوه فين، ايوه هات اللقطه، ويروح يقف مفيش، يروح يقف مفيش حاجه. الراجل متظبط بقى مش عايز فيعني فاهم انت، فحاجه يعني يعني بجد كده كتير وكده كفايه، واعتقد ان الامور يعني بتتغير تماما. يا رب يا رب، اكيد تقنيه الفار هتوفر حاجات كتير جدا، خصوصا الانديه اللي انت بتقول عليها، هاب الانديه اللي بتحافظ فعلا على يعني على ذاتها، بدور على جماهيرها، بدور على بطولات. الانديه التي لا تحتاج لمساعده خارجيه. بالظبط. الانديه التي لا تحتاج لاي مساعده وعوامل خارجيه مضافه من خارج الملعب عشان تجيب لها بطوله، لانها لم تعتاد ابدا على مثل هذه الامور. احكي لك بقى بسرعه تاني، دايما بحكي القصه دي قبل ما اروح النادي الاهلي، انت عارف كنت في انبي، فانا كان اللي وصلني الاهلي بيكسب برضو الحكام والحكام بتساعد الاهلي، فاول وانا قلت الكلام ده كله استاذ مش عايز بس اقوله تاني معاك عشان عايزك تعلق الجزئيه دي. فاول ما روحت النادي دخلت معسكر، كان عندهم مباراه في الدوري، فمستر مانويل جوزيه بيتكلم ان احنا يا جماعه زي ما احنا ماشيين مالناش دعوه بالتحكيم خالص، الحكام كلهم ممكن يبقوا ضدنا، فانا مستني حد يقول لي ايه، ايه رايك في المقلب اللي احنا بنعمله فيك ده؟ ما انا ازاي بقى؟ انت فاكر دي كانت كاميرا، كاميرا خفيه بقى بتتعمل فيه. بالظبط، واحنا ما مالناش علاقه بالحكام واحنا ضد كل حاجه واحنا زي في طريقنا والاهلي، مفيش حد قال لي حاجه خلاص والموضوع عدى يا جماعه، وبجد الكلام ده بجد. فانا رايح كده لقيت فعلا يا ايهاب ان انا مش عايز اكتر من حقي، اديني حقي، ما تجاملنيش والله العظيم وربنا يشهد على كل كلمه بقولها، ما تجاملنيش، انا مش عايزك تديني غير اكتر من حقي في النادي الاهلي. وطبيعي في بعض الاخطاء اللي بتحصل سواء ليك او عليك اللي هي غير مقصوده بتمشي، سواء انت اتظلمت سواء انت خدت، طالما غير خطا غير مقصود بتمشي. لا انا بتكلم الاهلي ما بيطلبش ان انت تجاملني في حاجه، ده انا عايز اقول لك حاجه تاني خالص. ما اعرفش انت برضه حضرت الفتره دي ولا لا، مستر مانويل كمان غير كده كان بيجيب الكابتن محمد حسام وبيجيب حكام الله يرحمه، حكام يحضروا اللعيبه قبل البطولات في افريقيا وقبل بطولات كاس العالم، تمام. علشان اللعيبه نفسها تاخد بالها، طب ما لو كل ده بيحصل هيتعبوا نفسهم ليه ويعملوا مسلسلات ويجيب لك حكم ويقول له خلي بالك والقانون. يعني انا يعني اما رحت النادي الاهلي مع النادي الاهلي في اليابان، الفيفا بيعمل لك ورشه بيجيب لك الحكام وبتقعد اللعيبه علشان يقول مثلا في القوانين الجديده، وحتى الحكام بيعملوا حاجه رائعه، بيجيب لك بعض اللقطات واللعيبه قاعده قدام الحكم اللي جاي من المندوب الفيفا في ورشه العمل من لجنه الحكام، ولعبه يقول للعيبه اللعبه دي تحس بايه؟ بيجيب العاب صعبه جدا، لعيبه بتقعد تختلف يقول لهم لا دي كذا عشان كذا عشان كذا، الكلام ده النادي الاهلي عمله هنا قبل ما يسافر. بالظبط الكلام ده النادي الاهلي بيعمله هنا بالزبط. كمان في البطولات الافريقيه. فانت تلاقي ان انت بتعمل حاجات كتيره جدا لكن بعض الامور الخارجه عن ارادتك بتحصل فيها حاجه، لكن اهم حاجه في الاخر ان انت مقتنع ان انت عندك فرقه محترمه. على فكره دي فرقه لسه بتتبني ما شاء الله، يعني فكر يعني جديد. يعني برضو عشان الناس يقول لك النادي الاهلي عمل فرقه و دي فرقه لسه بتتبني. اللي بيحصل ده ربما جانا ثمره اكتر بسرعه مع مدير فني جديد مع لعيبه، لكن مش عايزين نثقل على ناس وعلى فرقه انت لسه فيها شغل تاني وفيها تطوير تاني وفيها صفقات تاني وفيها امور تاني، فبالتالي دي فرقه لسه بتكبر وبتبني. انت 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 كيان فرقه يكون عندك امور، جيت قعدت تعمل صفقات، يناير الماضي كان يناير الكبير قوي اللي حصل فيه صفقات قويه جدا عشان تبدا تكبر فرقتك. كل موسم انتقالات النادي الاهلي عامل استراتيجيه لقدام، مفيش حاجه اسمها انا يعني، وهو بيبدا الموسم عارف هيعمل ايه في يناير، وهو داخل على يناير بيكون خلص يناير وباصص للموسم اللي بعده، مين داخل مين خارج، دي امور كتيره جدا بتحصل، الشغل مش عشوائي. وبالتالي انت جمهورك في ميزه بقى في جمهور النادي الاهلي ان هو شايف ده وفي ظهرك وصابر وما بيستعجلكش خالص، عشان عارف ان انت امين على المكان ده وبتعمله اكتر ما هو عايز. جميل قوي جميل قوي. تعال بسرعه نتكلم عن مباراه الهلال السوداني، وعايز اقول لك فايلر كنت متوقع الشكل ده
مع النادي الاهلي ولا كنت برضو يعني مع الناس اللي احنا بنقول لسه ومش باين وهنشوف؟ بص قول لي. اي مدرب بيمر بمرحلتين. اوكي. انا رافض الكلمه اللي اتقالت على فايلر الدولي غير المحلي غير الدولي والكلام ده. يعني اللي حصل في مباراه النجم والمجموعه بتاعت الاهلي مجموعه صعبه، الهلال دي فرقه قويه جدا. عندك مجموعه من الاصابات، مجموعه من ضغط المباريات. الناس برضو فاكره مثلا ان مباراه بني سويف دي كانت مباراه سهله. توقيتها صعب جدا وانت جاي من مباراه النجم، عايز تحط لعيبه ما كانتش موجوده بتلعب، فهينزل فرقه فيها جزء من عدم الانسجام. قدامك منافس عنده طموح كبير جدا، ما فيش حاجه شغلاه غير انه يؤدي ويجري ويموت نفسه عشان ياخد اللقطه. هي اللقطه بتاعته في كده. جميل. هيتعبك. الماتشات دي بتبقى صعبه جدا، الماتشات دي بيحصل فيها اصابات، بيحصل فيها مشاكل، مفاجآت. اهم حاجه في المباراه دي انك تعديها وخلاص. ليه؟ لان انت تركيزك في حته تانية. لكن لعيبه النادي الاهلي وجهاز الدفاع النادي الاهلي بيركز في بتاع النهارده. انا عارف ان عندي الجمعه مباراه قويه جدا، لكن انا بركز في مباراه النهارده، تم التركيز فيها وخرجت بيها بالنتيجه اللي انت عايزها على احسن ما يكون. يعني على احسن ما يكون بالزبط. انا قبل ما اجي لك يعني كنت في النادي الاهلي وكان في المران الرئيسي في التيتشو وسائل الاعلام والاخوه الصحفيين السودانيين والتدريبه، شفنا منها ربع ساعه. في حاله من الـ من الـ من الـ من الهدوء عند اللعيبه، في حاله من الثقه، في حاله من التجانس مع فايلر مع اللاعبين. فمباراه مهمه ومباراه مش هتكون سهله. كنت متوقع فايلر كده يا إيهاب؟ بص، فايلر المدرسة السويسرية مدرسة خادعة. وعندما أتى فايلر إلى النادي الأهلي لم يأتي بالسي في قوي ولا ترتيبه على مستوى العالم كمدرب. يمكن كان لاسارتي اللي ماشي ترتيبه ما كانش فيه مقارنة أصلا. واحد بصراحة يعني الثابت والمتغير 700 وحاجة و200 وحاجة، واحد 63. ولكن لما تبقى لجنة التخطيط والناس مصممة وبتقول قبل ما يظهر احنا عارفين جايبين مين، وتلاقي في تأكيد، مش قصة مش صدفة. وهو كان محطوط ضمن ترتيب من المدربين، ما جاش المدرب ده هيبقى ده أو ده أو ده أو ده، كله معمول حسابه. لكن مفيش شك إن الراجل ده سريعا قدر يعمل حالة مع لعيبة النادي الأهلي. ده اللي بتكلم فيه. هو ده بقى سريعا. سريعا بقى ليه؟ لأن أنت في عندك مدرب بياخد وقت علشان يتسطب مع الفرقة. في نفس الوقت هو بالعناصر الجديدة بالأمور هو دخل بسرعة في الأمور. يعني من دي وان لما اتقال له النادي الأهلي اشتغل على النادي، اشتغل على اللعيبة. جه كان بيقعد مع الكابتن سامي قمصان يقول له حفظني اسم لعيب لعيب. لعيب لعيب يا كابتن. فتشوف صورهم يقول له ده اللعيب اسمه كذا. فأول تمرينة اللعيبة نازلة بتسلم عليه بيسلم على كل لاعب باسمه. فده شغل بيجهز طبعا. بيشوف اصابات اللعيبه في السنتين اللي فاتوا، بيشوف جزاءات اللعيبه في السنتين اللي فاتوا، ده ليه مشكلته كانت ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه. فنازل اول يوم في الملعب حافظ كل حاجه، عنده انطباع كامل كامل، وشايف ماتشات وشايف مباريات. ومع ذلك عندما فاجأ الجميع ولاعب جونيور اجاييه في مباراه الزمالك بهذا الشكل، وهو الراجل كان في أسوأ مستوياته قبلها وظهر بهذا الشكل، لا تتفاجأ، لأن الراجل ده بيراهن على حاجة هو شافها ومتأكد منها وعارفها، وعارف من ساعة ما جه النادي الأهلي عمل إيه جوه النادي الأهلي. كان الناس بتقول يمشي بقى جونيور أجاييه خلاص. كان ماشي. أيوه بالظبط. كان قبل فايلر ماشي بالزبط. منتهي. هو قاعد بيعمل إيه؟ هو أنت على الجمهور في ناس بسرعة لكن اللي بسرعة دول بيتكلموا، دول مش جمهور الأهلي الحقيقي، في جماهير برضو تشجع وكل حاجة لكن عندها نوع من الانفعال. الحاجة الأكتر في شخصية فايلر والحاجة المهمة قوي، هذا الرجل عندما امتهن مهنة التدريب عمل حاجة غريبة جدا. طلع على الولايات المتحدة الأمريكية وعمل ماجستير في الإعلام عشان يتعامل مع الإعلام بشكل علمي. يعني الراجل ده بيهزرش في شغلته، كل حاجة يعني لما حب يفهم في الإعلام عمل ماجستير في الإعلام في أمريكا. فبالتالي الراجل ده ما بيهزرش. جميل قوي. فأنت قدام شخصية هادية جدا، قوية جدا، فاهم هو بيعمل ايه. الاكتر بقى ان هو فاهم قيمة النادي الاهلي. مش هنقعد نقول انه بقى ده جاي اعظم وهيحقق اللي حققه جوزيه وهيحقق اكتر، لا اكيد الراجل ده عنده طموح كبير جدا، لكن دايما بتمشي خطوة خطوة مع المدير الفني بتاعك. ما حققه في الوقت والمدة
والفتره اللي موجود فيها يفيق يعني او يفيق التوقعات اللي كانت محطوطه له بمراحل، ويحسب ليه من شغله ومن ادائه ومن تصريحاته ان هو ان طمن الجمهور بسرعه. ده اقنع الجمهور، واقنع الجمهور بسرعه غريبه جدا بالزبط. لذلك بعض الاصوات اللي طلعت وقالت بعد مباراه النجم، مش قلنا لكم الدولي غير الدوري خالص، دولي ودوري خالص، ما انا بقول لك خالص 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 خالص. ده انت عامل احسن اداء ممكن تتفرج عليه النادي الاهلي ب 10 لعيبه من اول 10 اداء دولي. حلو واداء كويس جدا. قلنا برضو كانت في بعض المشاكل جوه فرقه لازم النادي الاهلي، لازم ولازم 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 تختلف في تغيير ملاحظات. وتختلف في كذا عشان نبقى احنا واضحين واحنا بنتكلم على شخصيات الاهلي. لكن في النهايه انت كنت مقنع جدا ومؤدي جدا، وبالتالي انت بتسلم. ما هو انت بقى كل ده عندك بكره مواجهه صعبه جدا، في مباريات كده بتبقى علامات في البطوله، علامات يعني 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 انت مباراه النجم دي مهما كان كنت لغايه اخر لحظه انت متوقع انك هتقدر تاخد نقطه وممكن الدنيا تمشي معاك، لكن في ظل وجود حكم بهذا الشكل استحاله. خلاص طيب، مباراه الهلال اللي على ارضك بكره وعلى ملعبك اصعب من مباراه النجم. على استادك، اصعب بقى عشان اصعب نسمع استادك بقى على ارضك واستادك أيوة وملعبك كده. ايوه كده اصعب 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 اكيد من مباراه النجم بشكل كبير جدا. اولا فرقه الهلال فرقه كويسه بتادي بشكل كويس، عملت مباراه رائعه جدا على بلاتينيوم، اهدرت ده العرض واخده 3 كور واهدروا فرص كبيره جدا، بيلعبوا متحررين، عندهم 3 نقاط من المباراه الاولى، فهيجي على الاقل حاطط في دماغه انه يلعب على النقطه، راحت منه نقطه هيدور معاه، فضل محافظ على النقطه هيطمع الوقت بالمباراه في نفس الوقت بكل الظروف اللي انت فيها والمشاحنات وما حدث في مباراة النجم ثم بعدها مباراة بني سويف وناس دخلت وناس خرجت وتدريبة النهاردة وبتلم أمورك كلها عشان تقف على التراك، وإن لا وقت مفيش وقت ولا مجال للتفريط في نقطة واحدة من نقاط المباراة. إن شاء الله إن شاء الله متفائل بكرة بإذن الله. أنا يعني بفضل ربنا متفائل، شايف النادي الأهلي بيجهز بشكل كويس جدا، أتمنى إن فايلر يقنع أيضا على في الجانب الأفريقي، لأن المحك الأفريقي كابتن يختلف تماما عن المحك المحلي أكيد. لكن هي الكورة أنا بقول عليها الكورة في العالم، كل يقول لك يا ستة جبت مدرب من فرنسا جبت مدرب من ألمانيا، الكورة في العالم كلها مدورة بقوانينها بأدائها بطرق لعبها، فما أحبش ممكن تكلمني في ملعب أصلي ده بايظ ما عرفناش نمشي عليه، إنما ما تكلمنيش في طريقة لعب، ما تكلمنيش في فكر، ما تكلمنيش في بطولة وبطولة، هي كلها قوانين كرة القدم وكلها ملعب كرة قدم. معاك جدا جدا، نورت وشرفت. اشكرك يا كابتن، وهتشرف بيك كل خميس. ربنا يخليك كابتن تحت امرك في اي وقت، وشكرا على وجودي معاك النهارده. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك، نورنا ومشرفنا امبارح وحاجه جميله. شكرا يا كابتن، شكرا لك، كانت مفاجاه. شكرا يا كابتن، ربنا يخليك. ايهاب الخطيب الناقد الرياضي الكبير كان منورني ومشرفني في الاهلي الليله، ان شاء الله يكون معايا كل خميس الناقد الكبير ايهاب الخطيب، نتشرف بيه ونتشرف بارائه الفنيه وايضا الملفات المطروحه على ساحه الرياضه المصريه. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الكبير ايهاب الخطيب، بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير الكابتن خالد جد الله بصحبه الزميل العزيز محمد سعيد. شكرا لحضراتكم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، واللي بيشرفني بنورني فيها احد نجوم النادي الاهلي اللي كان ليهم جزء كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي وسطر تاريخ مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه خلال فتره سابقه، وتحديدا فتره الثمانينات اللي شهدت انطلاقه افريقيه للقلعه الحمراء الشياطين الحمر في ادغال القاره الافريقيه. بما ان غدا ان شاء الله مباراه الاهلي والهلال السوداني في الجوله الثانيه من دوري المجموعات للبطوله الافريقيه، النهارده معانا نجم كبير كان ليه باع طويل جدا في المباريات الافريقيه وتحديدا امام الانديه السودانيه، امام الهلال وامام المريخ،
وهدف مؤثر جدا في نادي الهلال في فترات سابقه، لدرجه حتى كان في قصه وحكايه حوالين هذا الهدف. لذلك انا برحب في هذه الحلقه وفي هذه الفقره بضيفنا، او مش ضيفنا لانه صاحب بيت، الكابتن خالد دجد الله نجم النادي الاهلي السابق. كابتن خالد منور الدنيا واهلا بيك. الله يخليك، اهلا بيك يا محمد، وسعيد ان انا موجود معاك النهارده. انا اسعد وليا الشرف ان انا ببقى دايما موجود مع نجوم ورموز كان لهم دور كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي، وسطروا في عصر كرة القدم الأهلاوية إنجازات وبطولات في فترات سابقة. أنا سعيد طبعا، أنت زي ما قلت أنا موجود في بيتي وفي قناة النادي الأهلي، الواحد طبعا هي بيته والنادي الأهلي هو بيتي، وفعلا لما بنيجي بنفتكر ذكريات جميلة جدا وبطولات جميلة جدا، بالذات زي ما أنت قلت في فترة الثمانينات أول بطولة أفريقيا خدناها موسم 82، فكان في ذكريات كتيرة حلوة يعني في الوقت أكيد. ده طيب مهم جدا الاتحاد الافريقي لكره القدم عبر موقعه الرسمي، عشان ندخل بقى في تفاصيل المباراه، كان ليه عنوان مهم جدا وتقرير متعلق بمباراه الغد بين الاهلي والهلال السوداني. هو عنوان هذا الموضوع: الاهلي يسعى للتعافي على حساب جاره الهلال السوداني. وتم ذكر الامور التاريخيه والذكريات واللقاءات التاريخيه بين الناديين، والموقع الرسمي للاتحاد الافريقي ذكر نقطه مهمه جدا، ان بعد 32 سنه منذ نهائي عام 1987 بتعاد القارة من جديد بين الأهلي والهلال السوداني، ولكن من خلال شخصية مؤثرة كان ليها دور في نهائي 87. وقال وقتها الأسطورة اللي كان موجود في النادي الأهلي وكان ليه دور في الجزء الأخير من المباراة وكان مؤثر لدرجة أن الأهلي فاز باللقب على الهلال السوداني عام 87، المرة دي متواجد ولكنه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي وكأسطورة بتدير القلعة الحمراء خلال الفترة القادمة، الكابتن محمود الخطيب. ربط العنصر التاريخي بين المباراتين نهائي 87 مع مباراة دوري المجموعات في 2019. لذلك هسأل الكابتن خالد على مباريات الأهلي والهلال السوداني، وفترة التمرينات كانت فيها مباريات عديدة سواء في أول التمرينات أو حتى في ختام 87 لما الأهلي فاز بالبطولة على حساب الهلال. هي طبعا بتبقى مباريات قوية جدا، ومباريات بين أشقاء، يعني أنت عارف إحنا والسودان، أندية السودانية سواء الهلال أو المريخ بتجمعنا بيهم علاقات قوية جدا، فبتبقى مباريات رغم أن هي بتبقى قوية جدا وحساسة جدا، ولكنها بتبقى في إطار الصداقة والحب والمودة، وده اللي نتمنى بإذن الله نشوفه بكرة. فرقة الهلال من الفرق الكويسة، وطبعا النادي الاهلي احنا مش هنتكلم عليه، النادي الاهلي هو بطل افريقيا واحسن نادي في افريقيا، فباذن الله نتمنى ان احنا بكره نشوف مباراه كويسه، مباراه قويه تليق باسم النادي الاهلي ونادي الهلال، ولكن انا شايف ان باذن الله من الجوانب الفنيه والنواحي الخططيه والتكتيكيه والنواحي الفرديه والجماعيه بالنسبه للاعبين، انا شايف ان يعني فرصه النادي الاهلي بكره باذن الله تعالى كبيره ان هو يحقق الفوز عشان يصحح، انا مش عايز اقول يصحح مسار، او لان مباراه النجم الساحلي مباراه زيها زي اي مباراه، وبحيث ان بكره باذن الله لما النادي الاهلي باذن الله تعالى يستطيع ان هو يكسب الماتش ان هو يحط نفسه تاني في سباق المنافسه على بطوله المجموعه. طيب العنوان التاريخي اللي ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي: الاهلي يسعى للتعافي على حساب جاره الهلال السوداني، وتم ذكر النقطه التاريخيه نهائي 87، وقتها كان الكابتن محمود الخطيب شارك في هذه المباراه طبعا، والاهلي فاز باللقب، وبعد 32 سنه كابتن محمود الخطيب رئيس للنادي الاهلي ومسؤول عن فريق كره القدم وبيواجه الهلال السوداني تاني. النقاط التاريخيه وده هيكون باب نفتح نتكلم فيه عن المباريات التاريخيه مع الهلال تحديدا في 87 وفي اوائل الثمانينات، لان كمان كان ليك نصيب احراز هدف مؤثر وكان في قصه وحكايه مع الكابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب، انا بس عندي يعني اعتراض شويه على كلمه يتعافى، ان النادي الاهلي يتعافى، والنادي الاهلي مش مريض ولا حاجه، احنا خسرنا ماتش زيه زي اي ماتش وهيتعوض باذن الله تعالى، ولكن الربط بقى في النواحي التاريخيه زي ما انت قلت كابتن محمود الخطيب اما كان لاعب ودلوقتي كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا كان ليه دور كبير جدا وهو لاعب سواء في الفوز بالبطولات الافريقيه او البطولات على مستوى حتى الدوري العام، وليه طبعا دور كبير جدا دلوقتي كرئيس لمجلس اداره النادي الاهلي، وده تتويج طبعا للكابتن محمود الخطيب وحاجه هتتكتب في تاريخه، ان هو بالذات في مباراه بكره وهو دلوقتي كرئيس النادي الاهلي وقبل كده كان لاعب ضمن صفوف فرقه النادي الاهلي بانجازاته وهو لاعب وانجازاته باذن الله تعالى وهو رئيس النادي الاهلي دلوقتي. هدف التاريخي في الهلال في بطولة 80-81 كان المريخ. كان المريخ. المباراة دي كنا بنلعب مع فرقة المريخ، وعلى فكرة احنا بس أيام بطولات أفريقيا لما كنا بنلعب في الثمانينات الفرقة كلها كانت قوية جدا لأن ما كانش في احتراف. فأحسن لعيبة في الموجودة مثلا كانت في السودان، كان نصهم بيلعب في الهلال ونصهم بيلعب في المريخ. فكانت فرقة قوية جدا، كنا بنلعب المريخ في بالليل، المباراة كانت على أضواء الكشفة.
ويمكن انا احرزت هدف يمكن انا بعتبره من احلى الاهداف، بس للاسف هو الماتش ما كانش مذاع، فحتى انا ما عرفتش اجيب الهدف دوت. ولكن الجون دوت كان من بعد نص الملعب، يا دوبك عديت نص الملعب، كان لينا اوت من ناحيه اليمين، كان حمدي ابو راضي لعبها لي، رمى الاوت ليا. الهوا في الماتش ده في الملعب كان جاي بالعرض، وفرقه المريخ كانوا بيلعبوا علينا بشكل شرس جدا، فكان لازم الواحد ما يخليش كره تحت رجله كتير، يعني لازم يتصرف فيها بسرعه. فحمد ابو راضي رمالي الاوت، وقفتها وعديت نص الملعب، ان عايز اباصي ما فيش حد فاضي كله ممسوك، فقلت هشوط. زي ما بقول لك الهوا كان بالعرض كده، الجون هنا هو ان انا شوت الكره الناحيه دي على اساس ان الهوا هيجيبها هيحركها. وفعلا ده اللي حصل، لان انا كنت حريف حته الهوا دي، يعني انا دايما كنت اعرف يعني مصاري الهوا ازاي وبتاع عشان لما اجي اشوط يعني. بس فالكره راحت في التسعين في المقص فوق، كان جون نادي المريخ اسمه حامد بريمه. حامد بريمه ده كان من احسن حراس المرمى في المريخ. انا لما شطت الكوره الاضاءه في الملعب ما كانتش قويه قوي، فانا لما شطت الكوره وبعدين ببص فوق لقيت حامد بريمه ده طاير فارد نفسه ونزل على الارض، وبعدين قام رايح ورا الجون بيدور على الكوره، قعد يدور على الكوره، الحكم راح لقينا الكوره متعلقه في المقص من جوه في الحديده. أيوة من جوه، قام الحكم حاسبها جوه. حتى بعد الماتش كان الكابتن محمود الخطيب بعد الماتش قال لي يا خالد الجون ده من احلى الاجوان اللي انا شفتها طول حياتي. صار الماتش ده ما تزعش وما عرفتش اجيبه. انت عارف في الوقت ده حتى كان شطه ليه يعني بيعرف ان هو بيحتفظ بالوثائقيات بالظبط وبيحتفظ بالكلام ده، ما لقيتوش حتى عند شطه. طيب ايه اللي اختلف ما بين مباراه الهلال والمريخ زمان عن دلوقتي، سواء في الناحيه الجماهيريه او في الناحيه الفنيه؟ لا في الناحيه الجماهيريه زي ما هو، لان نادي الهلال والمريخ يعني ليهم جماهير نفس الشعبيه وجماهير كبيره جدا وشعبيتهم كبيره جدا في السودان. ولكن اللي اختلف من حيث المستوى الفني، على المستوى الفردي والجماعي. ليه؟ لان زي ما قلت لك في وقتنا احنا في الثمانينات كان احسن لعيبه موجوده ما كانش في احتراف، ولكن دلوقتي موضوع الاحتراف دون ده نهائي 87 الكابتن محمود عمل كمان ماتش كويس قوي فيه في الماتش دون. فهي حته الاحتراف بس هي اللي هتفرق في النواحي الفنيه. قبل كده ما كانش في احتراف في الثمانينات، فكانت الانديه كل الانديه على مستوى القاره الافريقيه كانت بتعتمد على لعيبه، لا على لعيبه على مستوى عالي جدا. دلوقتي ما فيش الكلام ده. يمكن انا افتكر زي ما فرقه الهلال دي كان نصها منتخب السودان. انا فاكر مثلا كانون ياوندي او اينوجو رينجرز بطل نيجيريا، بطل كان 8 من منتخب نيجيريا. كانون ياوندي 8 من منتخب الكاف، كانت الفرق قويه جدا. فهو ده الفرق بس ما بين في الثمانينات ودلوقتي. طيب عنوان الاتحاد الافريقي والموقع الرسمي حضرتك ليك تعليق على فكره كلمه تعافي. طبعا شايف ان البدايه هي مش في مرحله تعافي او مرحله ان انت خسرت، هي 3 نقاط ولسه في 5 مباريات بالظبط. وهو نظام المجموعه ازاي ان انت تجمع اكتر عدد من النقاط عشان تقدر توصل للدور اللي بعد كده. انا شايف النادي الاهلي ما عندوش مشكله باذن الله في المجموعه دي باذن الله. يعني هو النادي الاهلي او احد فرقتين النجم الساحلي او النجم الساحلي بيجي بعد النادي الاهلي وبعدين بيجي الهلال، يعني دي الترتيبات الفنيه. ودلوقتي يعني المباريات حسب امكانيات اللعيبه ما بيحصلش فيها مفاجات زي زمان. يعني انت بتقيس مستوى الفريق، اي فريق بتقيسه فنيا فبتقدر تتوقع نتيجه الماتش بنسبه كبيره. فانا شايف باذن الله النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله في ان هو يتصدر هذه المجموعه باذن الله. تتذكر سيناريو هذه المباراه اللي معانا على الشاشه يا كابتن خالد؟ يعني المباراه دي الاهلي فاز بعد ما تعادل في الخرطوم، كانت مباراه الخرطوم كان فيها تعادل. أيوه. والاهلي فاز في مباراه العوده واحرز دوري ابطال افريقيا. فاكر تعادلنا هناك، خلصت بالتعادل هنا وكسبنا. انا الماتش ده على فكره من الماتشات الكويسه قوي، كابتن محمود عمل ماتش حلو جدا وتوجنا ببطوله افريقيا هنا في استاد القاهره. كانت برده مباراه قويه، كانت فرقه الهلال برده من الفرق في الوقت ده من الفرق القويه، وكان برده عندهم دوافع واهداف كبيره جدا، بحيث ان هم ده جون يمكن ايمن شوقي ده جون ايمن شوقي الله يرحمه، كابتن محمد حسام كان ساعتها حكم الله يرحمه. الله يرحمه. فكان الهلال برضو عمل ماتش جامد وكان عندهم دوافع بيلعبوا على فاينل افريقيا، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الماتش وناخد البطوله. طيب هل فرقه النادي الاهلي لما تنزل مباراه بكره قدام الهلال هيكون في اذهان اللعيبه والجهاز الفني نتيجه المباراه الاولى، ولا ممكن اللعيبه والجهاز يفكروا ازاي ودي المباراه الثانيه؟ نتيجه المباراه الاولى اللي اتلعبت مع النجم الساحلي
طبعا لعيبه النادي الاهلي مش هيفكروا في النتيجه، ولكن هيفكروا ان ازاي يكسبوا بكره الثلاث نقاط عشان يصححوا المسار ويرجعوا لصداره المجموعه تاني، لان ماتش بكره مهم جدا من ناحيه النتيجه. لازم النادي الاهلي المكسب مهم جدا، الثلاث نقاط مهمين جدا. لان حتى التعادل هيحطك في 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 في, في مكان مش كويس. فهي دي، بس هو لعيبه النادي الاهلي هتفكر ان ازاي بكره ازاي تكسب، وازاي تبقى مركزه من اول دقيقه لاخر دقيقه، ازاي تبقى في عمليه استثمار الفرص واولال اي فتير، فازاي لعيبه النادي الاهلي يستثمروا الفرص والنادي الاهلي هيقدر يفوز بالماتش. يعني هل هيكون في اذهانهم لعبه الحسابات ولا ده جزء لسه كلام ولسه لا لسه بدري؟ ودايما اللعيبه ما بتدخلش نفسيه، حتى من ايامنا احنا ما بندخلش نفسينا في حته الحسابات وبتاع. احنا بننزل نلعب ماتش النهارده 90 دقيقه، عايزين نكسبه، بنركز ازاي نكسب، ما بندخلش نفسينا كل مرحله بالظبط، كل ماتش كل ماتش بماتش، ويعني حتى ما نفكرش في نتائج الفرق الثانيه. احنا يكون بكره باذن الله يكون اللعيبه همهم ان هم يفكروا ازاي يكسبوا الماتش، ما يفكروش في اي حاجه ثانيه، عشان حتى تركيزهم يبقى كله في الماتش، وبعد كده بقى الامور هتمشي باذن الله. طيب الهلال سبق ليه ان هو فاز في المباراه الاولى على بلاتينيوم الزيمبابوي 2-1، والمباراه ما كانش فيها مستوى فني كبير، يعني برضو بصينا على المباراه عشان نشوف المستوى الفني للفريقين، ما كانش فيه نفس المستوى القوي اللي كان حتى موجود في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. هل تتوقع الهلال هيكون جاي عايز يطلع بنقطه التعادل، ممكن يسعى للفوز، ولا استراتيجيه الفريق المنافس او الفرق السودانيه تحديدا لما تيجي تلعب في مصر بيكون اهدافها ايه من مبارياتها مع النادي الاهلي؟ لا، نمره واحد التعادل، يعني بكره بيبان على ادائهم ده. استراتيجيه الهلال هو طبعا مش هيجازف ان هو يهاجم، على اساس ان هو كسبان الماتش الاولاني وعنده ثلاث نقط والنجم الساحلي ثلاث نقط، فهو بالنسبه له النقطه بكره لو خد نقطه من النادي الاهلي ده هيبقى بالنسبه له زي هو اكنه كسب الماتش، يعني كحسابات نقط يعني. تمام. فهو طبعا هيبتدي المباراه بتحفظ، وهيبقى مركز على النواحي الدفاعيه، بيامن نفسه ما يجيش فيه جوان، وكل ما يعدي الوقت هيكون في صالح النادي الهلال على عكس النادي الاهلي، كل ما يعدي الوقت وانت ما جبتش جوان لا، احنا لازم باذن الله من اول دقيقه ازاي نلعب ضاغطين عليهم، ازاي نقدر نحرز اهداف بدري بحيث ان الماتش ما يعني نخلصه من بدري يعني. طيب في المقابل فريق النادي الاهلي ممكن يبدا المباراه ازاي؟ مين ممكن يكون بديل لايمن اشرف؟ تشكيل ممكن يكون فيه تغييرات عن مباراه النجم الساحلي؟ المدربين الفنيين الاجانب ما بيغيروش كتير في يعني هو بقى يعني ما بيبقاش فيه تغيير كتير، اضيق الحدود في اضيق الحدود يعني. فانا شايف ان مش يعني التغييرات هتبقى في اضيق الحدود. برضو ايمن اشرف فيه لعيبه كتيره ممكن يعني مش هيبقى فيه فرق كبير، لان لعيبه النادي الاهلي كلهم مستواهم متقارب، لما بتشيل حد وبتحط حد ما بتحسش ان في فارق فني او ان الفرقه المستوى الفني بتاعها اقل. فانا شايف اي 11 واحد بكره هيلبس الفانيله الحمراء وهيبتدي المباراه، ودي طبعا بترجع حسب رؤيه المدير الفني. هو طبعا هيبتدي باجهز ناس واحسن ناس من وجهه نظره، هو شايفهم ان هم يقدروا يعملوا له يعني يادوا له الهدف ويادوا له النتيجه المرضيه اللي ترضيه وترضي جماهير النادي الاهلي، وهي الفوز باذن الله. طيب تعويض غياب ايمن اشرف وعلي معلول، والاثنين تحديدا كانوا بيحلوا مش مركز، مركزين قريبين من بعض، سواء مركز المساك المدافع او مركز الباك ليفت، يتغلب ازاي وممكن يكون بديل للاعبين في هذه المباراه؟ يعني هو انا متهيألي على اساس ناحيه الظهير الايسر مكان علي معلول نتيجه اصابته، شفنا الماتش اللي فات ماتش بني سويف هو لاعب محمد وحيد، محمود وحيد سوري، يبقى ممكن يكون محمود وحيد في دماغه ان هو ده الخيار الاول ان هو يقدر يستغله ناحيه الشمال. بالنسبه لايمن اشرف زي ما قلت لك في المكان ده في رامي ربيعه وفي ياسر ابراهيم برضو لعب الماتش اللي فات، فما يعني اللي موجود باذن الله هيسد. واي لعيب احنا تعودنا على لعيبه النادي الاهلي على مدار الاجيال بالكامل، اي حد بيلبس فانيلا وبينزل بيأدي بشكل كويس. خط الوسط ممكن مين يكون موجود بجوار عمرو السوليه؟ ممكن اليو ديانج مباراه بني سويف ادت انطباع للناس انه يكون جاهز يبدا مباراه الهلال السوداني، ولا لو انت مكان ريني فايلر ممكن تبدا المباراه ازاي يا كابتن خالد؟ انا هبتدي بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي وبنفس طريقه اللعب. ممكن بس بكره يعني لو هو طمع شويه في الماتش، لو هو اتفرج على فرقه الهلال كويس وقاس فرقه الهلال فنيا كويس وشاف ان هم في النواحي الهجوميه ما عندهمش يعني مش هيبقوا مؤثرين بشكل كبير، وممكن ان هو يستغنى عن لاعب وسط مدافع، يلعب واحد بس ويلعب قدامه اربعه وراس حربه، يعني تبقى الطريقه 4-1-4
واحد، لان دلوقتي كمان في الكره الحديثه من وجهه نظري ان مفيش لعيب بيدافع بس ومفيش لعيب بيهاجم بس، العشرة لعيبه وهم معاهم الكوره بينتشروا عشان يقدروا يهاجموا بشكل كويس، وهم معهمش الكوره ازاي بيرتدوا بسرعه وبيضيقوا المساحات عشان كله يدافع. نفس الطريقه اللي لعب بيها في ماتش النجم على فكره، كانت 4-1 4-1، نفس الطريقه. نفس طيب الطريقة. ده يستدعي يعني ماتش النجم كان ماتش بره، وفرقه النجم برده فرقه مش سهله، فممكن ده يستدعي الماتش بكره على ملعبنا، فممكن يلعب بنفس الطريقه. هو كمان لولا الطرد يا كابتن كابتن خالد، الاهلي لما بدا 4-1 4-1 اول 13 دقيقه قبل طرد ايمن اشرف كابتن خالد كان الاهلي مسيطر وكان مستحوذ بشكل كبير. كنا احسن وكنا مستحوذين على الكوره وكنا مسيطرين على نص الملعب وكان لينا شكل كويس. طبعا فرقه برضو بيطرد منها واحد في وقت بدري بعد ربع ساعه من البدايه وتلعب ناقصه واحد قدام برضو فريق عنده امكانيات كويسه وبره ملعبك وفي تونس والتحكيم، وشفنا برضو الحكم كان صعب ازاي، فبتبقى عمليه صعبه طبعا. فبكره الظروف باذن الله كلها هتختلف باذن الله تعالى. ريني فايلر وازاي يخلق دوافع للعيبه، ايه التصريحات او مش التصريحات الاعلاميه لكن ايه كلامه اللي في الغرف المغلقه بينه وبين اللعيبه عشان يهيئ اللعيبه لمباراه كبيره زي دي؟ ازاي يخلق دوافع جديده وهي مش دوافع جديده، هي بالنسبه يعني انا يمكن جيت معاك حلقه قبل كده وقلت احنا يعني هنقدر نحكم على فايلر في بطوله افريقيا. قلنا الدوري والكاس والحاجات المحليه اللي جوه مصر دي ان الاهلي ما عندوش فيها اي مشكله، هنبتدي نحكم على فايلر وشغله في بطوله افريقيا. الدوافع اللي هو يتكلم فيها مع اللعيبه ان احنا بقالنا فتره ما خدناش بطوله افريقيا وما رحناش كاس عالم للانديه، هو ده الكلام بقى اللي لازم كل الناس تشتغل عليه وتتعب وتبقى مركزه بشكل كبير جدا، عشان هو ده الحلم اللي هيفرح نمره واحد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الغطيب وجمهور النادي الاهلي. لان بطوله افريقيا وان انت تكسب بطوله افريقيا تبقى بطل افريقيا وتروح كاس العالم الانديه، هو ده الحاجه اللي بقالها فتره بعيده عن النادي الاهلي. الاجواء اللي عاشها ريني فايلر والجهاز الفني الاجنبي المعاون في الاهلي في مباراه تونس في رادس فيها خبرات، فيها مجمل خبرات كبيره جدا ممكن يستغلها او نقدر نقول لخصتها في 90 دقيقه في مباراه النجم. طبعا اخطاء فيها تحكيميه، اجواء جماهيريه، ظروف صعبه، فيها خبرات بالنسبه لهم كبيره جدا، لان على المستوى التحكيمي انا متهيألي الجهاز دوت ما شافوش ما شافوش الكلام ده قبل كده. يعني على المستوى التحكيمي فايلر والجهاز بتاعه ما شافوش الكلام ده قبل كده، مش هيشوفوا اسوأ من كده بالظبط كده. ومن ناحيه الجمهور ومن ناحيه التعصب اللي كان موجود برضو دي خبرات ليهم هتفيدهم في الماتشات اللي جايه بالذات خارج الارض، واتمنى ان هم باذن الله يعني يستفيدوا من الخبرات دي بسرعه بشكل كبير جدا، لان بعد دوري المجموعات الامور مختلفه جامد جدا جدا جدا. هي حسابات نقط دلوقتي، حسابات نقط بعد كده خروج مغلوب. يعني في دوري المجموعات دلوقتي حسابات نقط، انت ما بتخسر حتى ماتش ممكن تقدر تعوضه، ولكن بعد كده بدءا من الادوار اللي بعد كده هتبقى برضو العمليه مش سهله، لان المستوى الفني بتاع الفرق هيزيد. طيب انا بشوف كده حوالي استعدادات الهلال لمباراه الاهلي ولعب قد ايه وبقاله قد ايه في الموسم بيلعب مباريات. طبعا الاهلي في الدوري ما لعبش غير حوالي 4 مباريات ومباراه كاس. الهلال السوداني لعب 10 مباريات وليه مباراتين مؤجلتين. عدد مباريات الهلال في الدوري السوداني اكتر من النادي الاهلي، هل ده يدينا مدلول ان في جاهزيه وفنيه وبدنيه للهلال ممكن تكون اعلى؟ لا ما اديناش مدلول بكده، لان الدوري السوداني هلال ومريخ، يعني الدوري السوداني ايا كان عدد المباريات المستوى الفني البطوله مش طبعا. لا يعني هو الدوري عندهم هلال ومريخ مظبوط، يعني انت الهلال كسب المريخ خد الدوري في الماتشين بتوعهم، ماتش الدوري في المباراتين اللي بينهم بس وخلاص. الباقي لا، المستوى الفني بعيد جدا، فهي مش هتبقى يعني مش مقياس ان هم اكتر جاهزيه او لعبوا اكتر او الكلام لا بالعكس، انا شايف ان النادي الاهلي الدوافع اللي عنده بكره هتبقى اكبر بكتير جدا، بيلعب في وسط جمهوره وده جمهوره اللي هو اللاعب رقم واحد اللي دايما لعيبه الاهلي بتبقى محتاجاه، بيلعب على ملعبه عايز يعوض الماتش الاولاني، فانا شايف الدوافع والاهداف وباذن الله كل حاجه هتبقى في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. طيب النادي الاهلي على المستوى التهديف في المباريات المحليه جايب نسبه تهديف عاليه جدا، في مباراته مع الهلال السوداني احد الحلول ممكن يكون خط الوسط المهاجم رمضان صبحي، وليد سليمان، قفشه، حسين الشحات، ولا محتاجين نشوف دور اقوى لراس الحربه سواء مروان محسن او وليد ازارو او حتى صلاح محسن؟
لا محتاجين نشوف جهد كبير من راس الحربة وجهد كبير من الثلاثة اللي تحت راس الحربة وجهد كبير من الباكين من الفرقة. لا يعني هم دول الناس المجموعة اللي بتشارك في ناحية المخول ليهم بالنواحي الهجومية. باك من الباكين، الباك اللي بيبقى ناحيته الكوره هو دايما اللي بيتقدم والتاني بيبقى واقف عشان للتغطيه مع الاثنين المساكين والثلاثه اللي تحت راس الحربه دول دورهم مهم جدا، لان هم دول بيأثروا بشكل لا اما يأثروا بشكل ايجابي على راس الحربه او يأثروا بشكل سلبي على راس الحربه. وبعدين انا مبسوط جدا الماتش اللي فات وليد ازارو جاب جونين، يمكن حالته النفسيه هتتحسن شويه، الثقه هترجع له، لان انا ليالي يعني ليالي رايي يمكن يكون مختلف شويه في وليد. انا شايف ان وليد لا من روس الحربه الكويسين جدا اللي مع الوقت باذن الله والثقه لما ترجع له لا هيأدي بشكل كويس جدا وبشكل ايجابي. طيب. الثلاثه اللي تحت راس الحربه دورهم مهم جدا في الاختراقات وان هم ازاي يعدوا وازاي في كل المواقف اللي هي واحد ضد واحد يتغلبوا فيها ويقدروا يكملوا ويدوا يعملوا كثافه هجوميه جنب راس الحربه. ده دورهم بشكل كبير جدا مهم قوي. طيب مهم جدا كمان نسمع نشوف تصريحات ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي وماذا قال قبل انطلاق المباراه غدا ان شاء الله في الساعات الاخيره في المؤتمر الصحفي. نشوف تصريحات ريني فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في ملعب السلام استعدادا لمباراه الغد امام الهلال في دوري ابطال افريقيا. Mais ce sont des choses que je dois analyser avec notre équipe interne et je ne dois pas dire ça un jour avant le match au public. طبعا هو عنده فكره عن الهلال وطبعا ده شغله كمدرب ان ما يشوف شغلانه ثانيه يعملها لو ما مش ما بيعيش كل المستوى الفني لكل الفرق اللي بتلعبه. بس ما اقدرش اعلن حاجه زي كده على الملأ ليله المباراه في المؤتمر الصحفي، بحب اناقش ده داخليا مع الفريق العمل بتاعي. C'est clair qu'on n'est pas bien parti avec le résultat en Tunisie. On a eu malheureusement aussi avec l'arbitre. Mais avec un départ comme ça, c'est clair, il faut réagir et c'est important pour nous de gagner le match. طبعا بالنسبه لهزيمه اول مباراه ده بالنجم الصحيح طبعا كان في سوء حظ واحنا خسرنا، وطبعا حاجه زي كده لازم نرجع تاني والماتش بكره مهم بالنسبه لنا عشان نرجع تاني في المنافسه في عقد تاني. سؤال لمستر ريني فايلر، يعني واثقه ومتابعته لبطوله افريقيا وبدايته فيها، اي الفرق بالنسبه له اصعب او الماتشات اللي بتكون اصعب بالنسبه له، فرق شمال افريقيا ولا باقي الفرق الافريقيه؟ Ça, c'est clair. Pour moi, toutes les équipes ont ses forces. Hein. Ce ne sont pas toujours les mêmes forces. Mais pour moi, toutes les équipes sont fortes et je respecte tout le monde. طبعا كل فرق ليها نقاط قوه، مش معناه ان فرقه قويه التانيه مش قويه، فيها نقاط قوه مختلفه، وانا بحترم جميع الفرق اللي بلعبها وكل فرق بطوله افريقيا سواء من شمال افريقيا او من افريقيا. سؤال لمستر ريلي فايلر، حضرتك في اول تجربه ليك في افريقيا في طبعا يعني فروقات كبيره او فوارق كبيره بين افريقيا واوروبا حيث الملاعب ورحلات السفر الطويله والمرهقه كذلك عدم وجود تقنيه الفور، فشايف مستر ريلي فايلر ايه اكثر مصاعب عليه في قاره افريقيا؟ هل الملاعب ولا رحلات السفر الطويله ولا عنصر التحكيم برضه اللي كان عليه تحفظات كبيره في المباراه دي؟ Alors c'est une différence, ça je peux confirmer, mais je peux aussi dire, ça j'ai bien appris comme joueur d'abord et maintenant comme entraîneur, il faut toujours accepter toutes les conditions qu'on a. Et avec ça, j'ai aucun problème et l'équipe non plus, ça c'est clair. بيقول حياتك هو طبعا دي اي صعوبه موجوده هو المفروض يتقبلها، وتعلم كمدرب لازم يتقبل اي صعوبه ما يصنفهاش يعني، واللعيبه برضه المفروض يتقبلها عشان تعمل نتائج كويسه، فهو بيأقلم نفسه على اي وضع وبيشتغل عليه. نعم. بدلا من غيابات في كان الاعلام كله بيتكلم عن غيابات كتير في النادي الاهلي، وان الاهلي متخوف من مباراه الهلال بغيابات وضغط المباريات. Alors d'abord, je dois vous dire, hein, on a aussi un joueur ici, on peut aussi demander des joueurs. Hein, le joueur, quelques questions? بيقول لك ممكن نسأل السؤال ده الكابتن رامي موجود معانا وشغلنا أسئلة على اللعيبة.
Et pour votre question, non, ça c'est pas un problème. Peur, on n'a jamais peur en foot. Hein. J'ai jamais eu peur. Je connais pas des joueurs qui ont peur. En foot, on n'a pas peur. Peut-être on a respect. Maintenant, on est bien récupéré. Tout le monde se réjouit pour jouer le match demain contre cet adversaire. Oh, mais comme chaque question, par rapport à ce question, il dit qu'il n'y a pas de chose qui est peur. On ne sait pas si on joue contre une équipe ou اللعيبه اي لعبه موجوده هنلعب بيها واحنا لعيبه لعبت مكان تراكم الماتشات المتتاليه قال احنا عملنا استشفاء بالشكل المناسب اللي ممكن نلعب بيه مع الهلم ده ان شاء الله. خلاص ما هو جاوب على اني هو جاوب. طب في حاجه ممكن اسالها تاني تبقى كابتن رامي؟ سؤال كابتن رامي ربيعة طبعا كابتن فريق النادي الاهلي كابتن رامي، يعني عايزين نطمن على الحاله المعنويه لفريق النادي الاهلي الجاهزيه للترتيب ازاي وحضور 15000 مشجع غدا ان شاء الله في الاستاد، يعني الجمهور بيبقى ليه كلمه سر معاك ومع اللاعبين، شايف المباراه ازاي بالنسبه لك والجمهور؟ لا في البدايه المباراه طبعا بنحترم الفرق كلها في المجموعه ايا كان الاسم اللي هتلعبه بكره، انت دلوقتي خسرت اول مباراه لازم نركز، والراجل زي ما قال من شويه ان احنا نركز في شغلنا ونركز في لعبنا ونركز في الـ في الـ في المباراه بكره، نحاول نأدي بشكل كويس بكره ان شاء الله ونلعب لعبنا الطبيعي. احنا بادئين الموسم بشكل مميز مع الراجل بصراحه، عامل شكل للفرقه كويس قوي، فاحنا اهم حاجه عندنا بكره التركيز والفرق تبقى بروح المعروفه عنها، واهم حاجه ان الجمهور هيبقى موجود بكره ان شاء الله، ده بيدينا دفعه، واحنا اهم حاجه انت النادي الاهلي معروف عنك ان انت الجمهور موجود عندك، ده بيديك طاقه وبيديك حافز ان انت تلعب وتكسب، فان شاء الله المكسب بكره يبقى حليف النادي الاهلي، واحنا مركزين في الموضوع ده جدا ان شاء الله. يا اسئله ثانيه يا جماعه، شكرا جزيلا. مؤتمر الهلال ان شاء الله الساعه 8:30. اهلا بحضراتكم من جديد بعد وقائع المؤتمر سيلر المدير الفني للنادي الاهلي ورامي ربيعه قائد خط الدفاع في مباراه الغد ان شاء الله، مباراه الهلال السوداني. تصريحات رينيه فايلر والتصريحات المقتضبه لرامي ربيعه، هناك تركيز، تصريحات متزنه هاديه، ان شاء الله باذن الله يكون التوفيق حالفهم في مباراه الغد. كابتن خالد، تعليقك على تصريحات فايلر ورامي ربيعه، وحضرتك حتى في الكواليس واحنا بنسمع تصريحات فايلر جزء كبير من اللي احنا قلناه كلمات مهمه جدا من فايلر للصحفيين اثناء المؤتمر. نفس الكلام يمكن اللي قلناه قاله مستر فايلر وقاله رامي ربيعه، ان اي حد من اللعيبه بكره هيلعب هيكون بيأدي بشكل كويس، الراجل قال كده. رامي ربيعه قال اتكلم على جمهور النادي الاهلي، الماتش على ملعبنا وجمهورنا موجود، مهم قوي ان احنا نكسب. فباذن الله انا يعني باذن الله يعني تعالى فرقه النادي الاهلي بكره هتقدم ماتش كويس ونتيجه كويسه باذن الله. كنت سالت حضرتك ايه اللي ممكن يتقال في الغرف المغلقه، وده السؤال اللي اتسال لفايرا اثناء المؤتمر الصحفي، ازاي يحضر اللعيبه لمباراه بكره، وكانت اجابته ما تزعلش الصحفي وفي نفس الوقت برضه ما يكشفش ايه الشغل اللي بيعمله في جوه غرفه خلع الملابس، لان قال الامور الداخليه جوه الفريق بتفضل دايما بينه وبين اللعيبه جوه الفريق ما بتتقالش، وعندي فكره عن الهلال وعن كل فرق المجموعه. هو حاجة مهمة قوي قالها ان هو اتفرج على فرقة الهلال وهو عارفها، فطبعا هو مش هيطلع في مؤتمر صحفي يتجنب على يتكلم على جوانب فنية او ايه الكلام الفني اللي قاله بالنسبة للعبة النادي الاهلي، ايه نقاط القوة والضعف بالنسبة لفرقة الهلال، طبعا الكلام ده مش هيتقال في مؤتمر صحفي، بس هو اكيد في الغرف المغلقة قال طبعا الكلام ده للعبة النادي الاهلي، لان هو اكد ان هو اتفرج على فرقة الهلال وقاس امكانياتها الفنية بشكل كويس. انما اللي انا عايز برضو اقف عنده ان حتة ان هو يتكلم مع اللعيبة في الدوافع جديدة وطموح جديد، ازاي نوصل ناخد بطولة افريقيا عشان نوصل نلعب كاس عالم الاندية، انا اعتقد ان ده في كل ماتش من المباريات الافريقية هو بيتكلم معهم في 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 تجديد دوافع في الدافع ده. طبعا تجديد دوافع. طيب حديثه عن مباراة النجم الساحلي وقال الهزيمة كانت لسوء حظ ولازم نرجع للمنافسة من جديد، وده طبعا حاجة زي برضو ما قلنا هنا هو ان خلاص المباراة لازم تتنسي،
تمام. كل التفكير يبقى في مباراة بكرة، ازاي تكسب، ازاي تاخد 3 نقاط عشان ترجع لسكتك تاني اللي هي اللي معروفة عن النادي الاهلي، لان مش هيعلق شماعة على تحكيم وعلى الظروف وبتاع. انا عجبتني جدا منه الكلام ده، ومش عايز ضيع وقت في الكلام ده، خلاص اللي عدى عدى، نفكر في اللي جاي. وباذن الله انا شايف ان بكره باذن الله ان الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله. ما بين مباراه النجم الجمعه الماضيه وجمعه الجمعه بكره ان شاء الله اتلعب مباراتين، مباراه النجم مباراه بني سويف. اتسال في المؤتمر عن فكره جاهزيه اللعيبه، قال كل اللعيبه عندي جاهزه والكل متاح، وتعاملت باستشفاء معين في الفتره دي عشان اجهز اللعيبه. طبعا دي نقطه مهمه قوي، موضوع الاستشفاء بعد مباراه بني سويف، لان مباراتين نجم وبني سويف، فهو طالما أثار فكرة الاستشفاء يبقى هو راجل فاهم ومعاه جهاز على مستوى عالي، وما فيش مشكلة خالص في عملية طالما كل المباريات يعني كل 72 ساعة ده خلاص ده متاح لغاية نهاية فبراير. بالظبط الوضع كده. بالظبط. فبإذن الله يعني طالما في حصل استشفاء كويس بالنسبة للعيبة مش هيأثر طبعا. وبعدين بكرة جمهور النادي الأهلي موجود في الملعب، حتى لو ما فيش استشفاء هتلاقي اللعيبة بتجري بإذن الله وخفاف في الملعب بإذن الله. عمل تدويري في مباراة الكاس أمام بني سويف، طبعا حاجة مهمة، حاجة كويسة، يعني حاجه كويسه ان هو يشرك كل اللعيبه بشكل كبير بشكل كويس. الروتيشن بيبقى بيفيد ان انت بتريح اللعيبه الاساسيين عندك، وبعدين برضو انا ما بحبش اقول لعيبه اساسيين ولعيبه احتياطيين، انت بتريح بعض اللعيبه وبتشرك بعض اللعيبه بحيث ان كل اللعيبه بيبقوا ماشيين في خط واحد، اول ما تحتاج اي حد فيهم يكون جاهز. طيب ايه فكره انا متقبل اي وضع؟ وده تصريح قاله فايلر في وسط حواره كده وحديثه مع الاعلام والصحافه، ان قال ان شاء الله اللعيبه كلها تبقى جاهزه، وايا كان لو في اصابات او غيابات انا متقبل واللعيبه متقبله اي وضع في اي مباراه جايه. ان هو بيحمل نفسه مسؤوليه ان حتى لو في اصابات هو متحمل مسؤوليه، واللعيبه اللي موجوده برضو بتتحمل المسؤوليه. لو حصل اخفاق او حصل خساره في المباراه الاولى امام النجم هو برضو يتحمل المسؤوليه هو واللعيبه، فدي برضو حاجه كويسه. انما انا شايف ان هو الماتش بكره مهم، ماتش بكره مهم، مش عشان الهلال او عشان حاجه، الثلاث نقط والمكسب مهمين جدا على ملعبك، على ملعبك، لان انت خسرت الماتش الاولاني. وبعدين برضو بالنسبه لفرقه الهلال بتلعب عندها فرصتين، عايزه التعادل نمره واحد، لو كسب يبقى خير وبركه، ده بالنسبه لهم من ناحيه تفكيرهم يعني طبعا. ولكن بالنسبه لنا احنا لا، الثلاث نقاط والفوز امر مهم، وعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي من اول دقيقه يكونوا في قمه تركيزهم، وزي ما قلت اي فرصه تيجي نحاول باذن الله ان احنا نستثمرها عشان نخلص الماتش بدري. رامي ربيعه كان ليه تصريح مهم يمكن حتى في ختام المؤتمر، قال احنا بدانا الموسم بشكل جيد وهنلعب بلعبنا الطبيعي. هو قال ان احنا بدانا بشكل جيد مع المدير الفني فايلر، وهنلعب لعبنا الطبيعي، وده برضو يعني ماذا تعني الجمله دي؟ يعني نلعب لعبنا الطبيعي، لعبنا الطبيعي ان احنا هنكون في حالتنا الطبيعيه. يعني مفيش تركيز زياده عن اللزوم فيخرجنا بره المود بتاعنا او لعبنا الطبيعي، ودي كلمه مغزاها دايما لعيب الكره يحسه. احنا هنلعب عادي الماتش، بالنسبه لنا هنلعب لعبنا الطبيعي، اللي هو اللعب الطبيعي بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو ايه اللي بيخليه يكسب. فهم لازم يكونوا اعصابهم هاديه، وفي فرق بين ان انا اكون مركز قوي واعصابي تبقى هاديه، وفي فرق ان انا ابقى مركز قوي يعني التركيز ده يطلعني بره المود بتاعي فما اقدرش ادي بشكل كويس. فواضح ان رامي فاهم القصه دي كويس قوي، واضح ان اللعيبه بكره باذن الله هيلعبوا باريحيه كويسه جدا، هيشوفوا الجمهور بتاعهم موجود في المدرجات باذن الله، هيعملوا ماتش كويس باذن الله. 15,000 متفرج في ملعب السلام، ده دافع قوي وايجابي للعيبه كابتن خالد. طبعا الجمهور رقم واحد، جمهور النادي الاهلي بالنسبه للفرقه حتى من ايام ما كنا احنا بنلعب رقم واحد، يعني هو اللي بيديك الدافع وبيديك الطموح، وبعدين دايما بيخليك لا عايز يعني بيخلي اللعيبه انا مش عايز اغلط، عايز ابقى شكلي كويس عشان الناس ما تتكلمش عليا وحش او تنادي عليا او فالجمهور هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. طيب مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه، البدايه يبدو انها صعبه، ولا البطوله السنه دي ليها مستوى فني او ليها حسابات خاصه خالص؟ لا ليها حسابات خاصه، عشان الجمهور بس يبقى متابع معانا من البدايه، والبعض ممكن يشوف المجموعه متوازنه او سهله، لا لازم نعرف برضو الجمهور وضع البطوله السنه دي. لا الوضع صعب، لان فرق قويه جدا، احنا لو شفنا المجموعات الثانيه الفرق اللي موجوده فيها قويه جدا، ماتشات قويه، الامور هتبقى صعبه بعد كده. يعني احنا يمكن مرحله المجموعه اللي احنا فيها احنا والنجم الساحلي والهلال والفرقه الرابعه اللي هي الهلال بلاتينيوم زيمبابوي، بلاتينيوم، يمكن المستوى نقدر نقول ان هو في المتناول، مفيش بيبقى باذن الله مش هيبقى في مشكله بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن هي البطوله هتزداد صعوبتها مع المراحل اللي بعد كده.
طيب الاهلي لعب لغايه دلوقتي بنتكلم في 5 مباريات، 4 دوري و1 كاس، وكان في توقف لفتره طويله جدا. ممكن الجهاز الفني يصل باي نسبه للمرحله البدنيه والفنيه في اداء اللعيبه دلوقتي؟ لا يعني هنقدر المرحلة الفنية والبدنية انت ما تقيسهاش باربع ماتشات دوري وواحد برضو. كاس لا قيس من اول السيزون بداية فترة الاعداد والماتشات الودية احنا دلوقتي المفروض الفرقة في احسن حال من النواحي الفنية والبدنية. يعني فكر الراجل ابتدى يتنقل للعيبة بشكل كويس جدا، ابتدوا يطبقوه في الملعب بشكل كويس جدا، وبان الكلام ده في ماتشات الدوري وماتش الكاس وفي ماتش النجم قبل حالة الطرد. فالمفروض دلوقتي فرقة النادي الأهلي يكون واقف على رجليها كويس في اوج النواحي البدنية والنواحي الفنية والخطية على اعلى مستوى، وده باذن الله نتمنى نشوفه بكرة باذن الله. طيب مستوى التحكيم في افريقيا، مباراة الغد هي ملعبك. احنا عايزين بكره حكم زي بتاع تونس ده، زي بتاع النجم الساحلي ده، بس احنا بيجوا هنا عندنا بيبقوا يعني بيجوا علينا برضه بيبقوا عادلين يعني او ممكن يجي عليك احنا ما بنشوفش الحاجات دي في ماتشات على ملعبنا. يعني اللي حصل في الماتش اللي فات وبعدين الحكم بتلاقيه بيحسب فاول عليك وهو مبسوط، يعني بيبتسم كده يعني ليك حاجه ما يحسبهاش وما يبصلكش، اللعيبه تروح تكلمه فاحنا نتمنى باذن الله التحكيم الافريقي يكون على نفس قدر المستوى بتاع البطوله. اصل ما ينفعش تكون بطوله جامده وانديه جامده بتلعب فيها والتحكيم يبقى فيها بشكل مش كويس، خاصه الاخطاء اللي بتحصل في المباريات مش اخطاء تقديريه، لا اخطاء في لا يختلف القانون. عليها اتنين لا يعني الناس كل في بالظبط ما انا اقول لك لا يختلف عليها اتنين. وبتلاقي الكلام يعني ومفيش فار، انت كمان انت في ظل الكلام ده وما عندكش الفار كمان، فانت ممكن الحكم يخطئ بس الفار يعدل الكلام ده او الحكم يشوف، انت ما عندكش فار والحكام ربنا يستر يعني ربنا يسترها باذن الله. مباراه الغد ممكن نشوف حكم متميز، حكم عنده قدره ان يدير مباراه قويه، لان برضو الاهلي والهلال مباريات كبيره في الكره الافريقيه. طبعا والماتش في ملعبنا لا الحكم هنلاقي حكم كويس، هنلاقي حكم اكتر من العداله يعني بالزبط. هو مش عايز يحسب لنا حاجه اضافيه مش من حقنا، هي احنا عايزين الحاجه اللي لينا ناخدها والحاجه بالزبط. اللي علينا تحسب علينا بالزبط. يبقى في عداله، لان لما بيجي حد ضد يعني بيجي حكم هنا في مصر ما بيبقاش العداله او ليك، لا ده بيبقى كمان ضدك ساعات في بعض الاحيان. يعني حتى مباراه النجم 2007 كانت مباراه القاهره يعني على ملعبك ليك ضربتين جزاء ما اتحسبتش. هو بس ربنا يسهل ان احنا يعني ان اللعيبه بكره ما تخليناش حتى نفكر في التحكيم يعني كويس ولا وحش. انت عارف انت لما بتخلص الماتش من بدري وبتاع ما بتديش فرصه للحكم حتى يقدر يجي عليك يعني خلاص. فهي الكوره في ملعبنا وفي ملعب اللعيبه بكره باذن الله، نتمنى لهم التوفيق باذن الله تعالى. ممكن بكره نشوف مستوى فني كويس؟ بكره الاهلي هيعمل ماتش كويس باذن الله. الاهلي هيعمل كوره كويسه ونتيجه كويسه باذن الله. هل تتوقع مفاجات من ناحيه في التشكيل؟ لا التشكيل اكتر واحد يقدر يعني يقدر يقول الكلام ده الجهاز الفني والمدير الفني. انما لا انا متوقع يعني مش هتبقى اي حد هيكون موجود بالنسبه لي انا كخالد جد الله مش هيبقى مفاجاه. اي حد لابس فانيلا الحمراء انا عارف لان كلهم المستويات الفنيه متقاربه جدا ما بين اللعيبه يعني. فهتشيل فلان وهتحط فلان مش هتحس بفرق كبير جدا. طيب. زائد ان انا زي ما قلت بكره الجمهور هيدي دافع كبير جدا وهيدي بوش جامد جدا بالنسبه للعيبه. طيب الهلال السوداني بيقوده فنيا مدير فني وطني كابتن صلاح ادم، هو مدرب وطني مدرب سوداني، والهلال والمريخ في فترات طويله كانوا بيعتمدوا على المدارس الاجنبيه سواء من القاره الاوروبيه مثلا في جزئيه اللي هي للمدربين من روسيا الاتحاد السوفيتي اللي هي الانديه اللي هي او الدول السابقه في غرب اوروبا، حاليا بقى يعتمد على مدربين وطنيين. مدرب وطني ده ممكن يكون ليه تاثير في اللمسه الفنيه لفريق الهلال، ولا الكره السودانيه تحديدا مع المدربين الوطنيين بيبقى ليها مستوى غير المدربين الاجانب؟ لا هو يمكن اللي هتبقى الميزه الوحيده في النواحي المعنويه ان المدرب السوداني الوطني الوطني بيبقى قريب بيبقى حاسس باللعيبه في النواحي المعنويه والنواحي النفسيه، بيبقى قريب منهم عارف عاداتهم عارف تقاليدهم عارف تفكيرهم غير برضو الاجانب. فهي دي الميزه الوحيده. لو هيبقى في ميزات تانية لو هو مؤهل بشكل كويس وان هو قادر يسيطر على الفرقه بشكل كويس، ان هو شخصيته مقنعه بالنسبه للعيبه وادائه الفني بيقدر يديهم جمل خططيه يقدروا ينفذوها خلال الماتشات دي بتديله يعني يبقى حاجه كويسه. ولكن الحاجه اللي بتبقى فارقه ان هو نفسيا ومعنويا بيحس باللعيبه بشكل كبير. ليه كنت اقصد كده؟ لان انا دايما بتابع فرقه الهلال او المريخ بلاقي في مدربين معروفين او يعني اشتغلوا في الكره السودانيه وبعد كده جم مصر،
مثلا كان ابرزهم بوكير، كبرار راح اشتغل في السودان، في مدربين كتير اجانب معروفين اشتغلوا في الكره السودانيه، لكن الفتره الاخيره بقى مدربين وطنيين. حتى المنتخب الوطني الفتره الاخيره برضو كان عندهم مدرب وطني هو اللي موجود كمدير فني للمنتخب السوداني، بس مثالي ما عملوش نتائج كويسه المنتخب خالص. على مستوى المنتخب ما عملوش نتائج خالص عن التصفيات، يعني هي ممكن ترجع ظروف ماديه بقى على حسب هم الامكانيات دلوقتي ايه، امكانيات الماديه موجوده ولا مش موجوده، على حسب ممكن تفكير ان هم يقدروا يعملوا يخلقوا كوادر جديده، كوادر وطنيه تقدر ان هي تشتغل في المستقبل، فدي بترجع للكلام دون. ولكن ممكن يكون مدرب وطني ويؤدي بشكل كويس، وممكن يكون مدرب أجنبي ويؤدي بشكل مش كويس، يعني هي دايما الحاجات دي بتبقى يعني بتتوقف على التوفيق. يعني في فترة سابقة وتحديدا فترة 2007 يمكن الأهلي آخر مرة قابل الهلال كان في دوري المجموعات 2007، الأهلي فاز في القاهرة 2-0 وخسر في السودان مباراة شهيرة كانت معروفة في أحداثها كده 3-0، ومن ساعتها ما التقوش من جديد في بطولة إفريقيا. لكن اللي عايز أبرزه واللي عايز أتكلم عليه ان دايما مباريات الاهلي والهلال بيبقى فيها نسبه جماهيريه ومتابعه ومشاهده كبيره جدا سواء في مصر او في السودان. بعد حوالي اكتر من 12 سنه نفس الحماس والزخف الجماهيري لمتابعه هذه المباراه تتوقع ان يكون موجود، ولا عشان المباراه في دور المجموعات ثلاث نقاط هنا وهناك مش هتبقى بنفس المتابعه والاهميه؟ لا انا هتبقى بنفس المتابعه ونفس الاهميه، لان نادي الهلال اكبر قاعده جماهيريه على مستوى السودان، نادي الاهلي اكبر قاعده جماهيريه على مستوى مصر، فهتبقى متابعه من ناحيه جماهير الناديين على شكل بشكل كبير جدا، زائد ان المنافسه موجوده. يعني هو ماتش بكره ده انا بقول لك مهم جدا للنادي الاهلي ان هو يكسب. اه طبعا، وبالنسبه للاهلي وبالنسبه للهلال بالزبط. يعني الهلال لو قدر النادي الاهلي بكره باذن الله لا بديل عن الفوز، نادي الهلال زي ما قلنا عنده فرصتين ان هو يتعادل او يكسب، فهي يعني عنق زجاجه بالنسبه للمباراه بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الهلال، فعشان كده هتبقى مباراه قويه جدا. وبعدين كل جماهير الفرقتين عارفه الكلام ده ان مباراه مهمه، لا اما الهلال يكمل بشكل كويس من تاني ماتش وماتش خارج ملعبه مع بطل افريقيا اللي هو النادي الاهلي، او النادي الاهلي بقى بجماهيره ازاي ان هو يرجع باذن الله عشان يعوض الخساره بتاعه النجم الساحلي. كنت زمان دايما بتتابع فرقه الهلال او المريخ، بتسمع عن نجوم في الفرقه بشكل كبير 3-4 حتى مؤثرين في الفرقه وفي المنتخب السوداني. دلوقتي مثلا بتصفح بشوف في الاسماء اللاعبين والقائمه، حسيت ان هي فرقه جماعيه مش فرقه قائمه على نجم، يعني مفيش مثلا بنجوميه هيثم مصطفى. لا ما عندهمش لا هي فعلا دلوقتي بيعتمدوا على الجماعيه، ما عندهمش النجم الاوحد او النجم الفذ او النجم اللي هو يقدر يعمل الفارق مع اي فرقه، لا هم كلهم الامور ماشيه بشكل جماعي اكتر من الشكل الفردي، لان المواهب عموما بتقل مش في السودان بس، يعني في كل الدول العربيه والافريقيه بتقل المواهب. طيب اخر حاجه كابتن خالد، هل تتوقع مباراه بكره نسبه اهداف عاليه؟ المباراة مفتوحة من بدايتها، ولا هتحس ان الفرقتين في البداية كل واحد هيكون عايز يعمل حساب التاني او في فترة جس نبض؟ لا انا اتوقع ان باذن الله يكون في نسبة اهداف عالية للنادي الاهلي، مش يعني عالية يعني 2-0 3-0 لو النادي الاهلي جاب جون بدري، لان لو النادي الاهلي جاب جون بدري الماتش هيتفتح، لان فرقة الهلال مش هتفضل ان هي لو في ان هي هيبقى في حذر دفاعي في البداية، لو جه فيهم جون هيتخلوا عن الحذر الدفاعي وهيبتدوا يهاجموا، فالمساحات هتبتدي تبقى موجوده ولاعيبه النادي الاهلي تقدر تستغل المساحات دي بشكل كويس وتقدر تجيب جوان تاني. في اي نقطه تحب تضيفها او نقط فنيه محتاج تتكلم عنها في مباراه بكره او تتوقعها في مباراه بكره؟ لا هو التوفيق، التوفيق باذن الله، لان كره القدم طبعا كره القدم محتاجه توفيق، ولكن انا كل ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هم بكره هيقدموا ماتش كويس جدا وهيعملوا عرض كويس ونتيجه كويسه ان شاء الله. كابتن خالد جد الله نورتني وشرفتني وسعيد جدا بالحوار الفني معاك، وان شاء الله الاهلي بكره يكون على قدر الحدث والمباراه ويحرز ثلاث نقاط مهمه في بدايه المشوار الافريقي باذن الله. وشكرا ليك يا محمد، وباذن الله نهني لعيبه النادي الاهلي وجماهيره بكره بعد الماتش باذن الله، ونلتقي بك مجددا ان شاء الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. فقره فنيه مهمه جدا مع كابتن خالد جد الله، حديث ذكريات في فترة التمرينات ومباريات إفريقية مع الهلال السوداني سواء في البدايات أو في النهائيات 87 نهائي إفريقيا، ووقتها الكابتن محمود الخطيب كان ليه دور في الفوز مع النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والاتحاد الإفريقي من خلال موقعه الرسمي بيتحدث عن هذه الجزئية بعد 32 سنة. أحد نجوم الفريق وأسطورة هذا الفريق حاليا بيقود القلعة الحمراء وفريق النادي الأهلي في البطولة الإفريقية، ولكن من خلال مقعد آخر ومنصب آخر كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي. إن شاء الله بإذن الله مباراة الغد تكون مباراة قوية ونستعيد فيها ذكريات الانتصارات كمان اللي كانت موجودة في التمرينات أو حتى مع الهلال السوداني في المباريات الإفريقية في فترات سابقة. بعد الفاصل
فقرة مهمة جدا، فقرة الصحافة والإعلام، ولكن من جهة أخرى الإعلام السوداني، الصحافة السودانية كيف تتابع مباراة الأهلي وماذا تتوقع في مباراة الغد، ورؤية الإعلام السوداني للتحكيم الإفريقي، وأيضا رؤية الإعلام السوداني للمسابقات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة. كل هذا وأكثر هيكون مع سكرتير تحرير جريدة الجوهرة السودانية الناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم الجيلي، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وزي ما قلت لكم فقرة مهمة جدا، لأن بالتأكيد عندنا منافس قوي بكرة في بطولة إفريقيا في الجولة الثانية أمام نادي الهلال. نادي الهلال السوداني نادي كبير جدا وليه شعبية جارفة في القارة الإفريقية وتحديدا في دولة السودان، فبالتالي مباراته غدا أمام النادي الأهلي لها حسابات خاصة، والحسابات بالنسبة لنا على المستوى المهني والمستوى الإعلامي مهمة جدا عشان نعرف الجمهور ازاي الاعلام الفريق المنافس بيفكر وبيشوف مباراته مع النادي الاهلي. وكمان في قضايا رياضيه مهمه جدا في القاره الافريقيه، محتاجين نشوف اشقائنا في القاره الافريقيه ازاي بيفكروا فيها، ازاي عندهم حلول ليها، ازاي بيفكروا في هذه القضايا، هل قضايا مؤثره في القاره الافريقيه ولا ممكن تكون قضايا فرعيه. كل هذا واكثر زي ما قلت لكم هتكون مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي وسكرتير تحرير جريده الجوهره السودانيه الاستاذ ابراهيم الجيلي، وهو بالمناسبه مرافق لبعثة الهلال السوداني وموجود معهم في مباراتهم غدا إن شاء الله مع النادي الأهلي، وكان مرافق لبعثة الهلال خلال الأيام الماضية في التدريبات اللي أقيمت منذ يوم الثلاثاء الماضي حتى إن شاء الله مباراة الغد غدا إن شاء الله في استاد السلام أمام النادي الأهلي. أستاذ إبراهيم الجيلي مرحب بيك، منورنا ومشرفنا في قناة النادي الأهلي، وسعداء بوجودك معنا النهاردة. مرحب بكم أنتم كابتن محمد سعيد، ومرحب بأسرة قناة الأهلي وبرنامج الأهلي الليلة. حاجة الواحد سعيد أن يطول على البرنامج وفي يوم مهم جدا، يوم تاريخي أنا أفتكره. وقبل كل شيء أنا أفتكر أنه الرياضة هي أصبحت سفارة، ونتمنى أنه يعني الفريقين يقدموا مباراة ممتازة، مباراة ممتعة، مباراة مثيرة، مباراة تكون يعني باقي في الأذهان إن شاء الله. طيب بداية عايز أعرف الإعلام السوداني والصحافة السودانية كيف تفكر في مباراة الأهلي وماذا كتبت خلال الفترة الأخيرة عن مباراة الأهلي في البطولة الإفريقية؟ الإعلام السوداني قاطبة بيهتم اهتمام كبير جدا بممثل السودان الوحيد اللي هو فريق الهلال. السودان كان مشارك بأربع فرق، الهلال والمريخ والأهلي شندي والخرطوم الوطني، أربع فرق قوية جدا، ولكن تساقطت واحد تلو الآخر بنتائج يعني كان الخرطوم الأقرب للاستمرار والأهلي أيضا، ولكن المريخ غادر المنافسة من الدور التمهيدي، يعني لم يكن جاهز جاهزية مثالية، مفاجأة خروجه. يس. أنا أفتكر أنه الهلال والإعلام عام الإعلام الرياضي ساند الهلال بقوة في هذه المباراة، والإعلام الهلالي خاصة بمختلف يعني مسمياته، مسموع ومرئي، وإعلان الصحافة بالذات هي يعني بتهتم اهتمام كبير جدا ب رحلة الهلال القاهرة، وخاصة أنه هو واجه فريق كبير، فريق إنجازات، فريق تاريخي مثل الأهلي اللي هو بطل القرن زي ما بيقولوا، والأهلي مغلق. طيب برضو في جزئية مهمة جدا عايز أتكلم فيها، في جزئيه مهمه عايز اتكلم فيها وهي متعلقه ان فريق الهلال السوداني كان حريص على انه يكون موجود في مصر مبكرا، وفي نفس الوقت كمان عايز اتكلم على جزئيه ان نادي الهلال بعد مباراته يوم الجمعه الماضيه امام بلاتينيوم الزيمبابوي المفروض عنده مساحه اسبوع كامل قبل المجيء للقاهره ومباراته مع النادي الاهلي ان شاء الله بكره الجمعه، لكن كان عنده مباراه في السودان يوم الثلاث العصر، حرص ان هو يكون موجود في القاهره وفي مصر يوم الجمعه قبل مباراة الجمعة قصدي بحوالي 3 4 ايام، يعني خلص مباراة يوم الثلاث على طول جه القاهرة في نفس اليوم عشان يكون موجود قبل المباراة بأربع ايام عشان يحضر للمباراة، عشان يشتغل على المباراة، عشان يكون جاهز لهذه المباراة.
ليه تفكير نادي الهلال في كل هذه الامور خلال الفتره الاخيره عشان يكون موجود في القاهره رغم المسافه او المساحه او الوقت ما بين مصر والسودان يعني حوالي ساعه ونص او ساعتين سفر؟ الهلال زي ما قلت هو اهتم بهذه المباراه، ورغم ان الرزونام الدوري السوداني كانت يعني ضاغطه جدا، الهلال عنده اكثر من 8 او 9 لاعبين يشاركوا مع المنتخب الوطني باستمرار منتخبات الوطنيه الاولمبي والاول، وحاول يعني مع الاتحاد الكره يعني يعمل يعني تنسيق جيد من خلاله، قدم مباراه الوادي نياله اللي هي لعيبه يوم الاثنين العصر يوم الاثنين طبعا. نفس يوم سفر البعثه الى القاهره تمام، فاهتم بهذا التنسيق جيد حتى يكون عنده جاب مميز يقدر يصل للقاهره في توقيت كويس ويرتاح ويؤدي مناورات لهذه مباراه الاهلي اللي هي تدريبات يعني ايوه تدريبات مباراه الاهلي مباراه مهمه، انا افتكر انه مباراه يعني خاصه انه الاهلي فريق كبير، قلت لك فريق انجازات، فريق له سمعه افريقيه، فريق يعني منافس على كاس البطوله مظبوط. الهلال استطاع أن يحقق انتصار يعني رائع أمام بلاتونيوم، بداية كانت موفقة، بداية جيدة رائعة بالنسبة للفريق السوداني، أنا أفتكر أنه يعني دخل اتصدر المنافسة بثلاث نقاط وفارق هدف من النجم الساحلي، وفي نفس الوقت الأهلي عاد من تونس وهو خاسر، بالتأكيد المباراة حتكون صعبة جدا، أنا أفتكر حتكون صعبة لأنه الأهلي خسر وهو من الأندية المرشحة للتأهل من هذه المجموعة، لذلك كان يعني كل امكانياته حيصبها في انه يتدرب بقوه ويتمرن بصوره جيده حتى يحاول يعوض الفارق ويبدا البطوله النقاط يبدا الهلال. اجواء المنافسه من جديد طيب. ولكن الهلال انا افتكر انه وصل للقاهره مبكرا، كان عنده تخطيط، والتخطيط هو افتكر انه من الهدف منه الخروج بنتيجه ايجابيه رغم انه بلاعب الاهلي، وهو الهلال من الفرق الكبيرة، فرق الثمانية المعروفة طبعا في القارة الأفريقية، متواجد بصورة شبه دائما في نهايات الدوري أبطال أفريقيا أو المجموعات بصورة شبه مستمرة يعني. طيب ليه الهلال جه القاهرة من يوم الاثنين؟ يعني مباراة الجمعة أنا آخد المساحة الزمنية دي أربع خمس أيام في بلد ألعب فيها مباراة، لما أكون مثلا مسافر مسافة بعيدة رايح جنوب أفريقيا، رايح زيمبابوي، رايح زامبيا، أدغال القارة تحت في الجنوب، محتاج اخد وقت ومساحه وقت قبل المباراه، فسافر قبلها فتره زمنيه. لكن ليه الهلال فكر يقعد في القاهره من يوم الاثنين لغايه ماتش الجمعه؟ الهلال فكر في هذه المباراه نسبه لاهميه المباراه، وفي نفس الوقت حاول يعود على الطقس في مصر، الطقس بارد جدا، الطقس الحالي حاول يعود اللعيبه على الاجواء بتاعت المباراه، وسبق ممكن اقول جمع الاهلي جاي من تونس، الهلال وصل معاه او وصل قبل بساعات يعني في لمصر. والحاجه الثانيه انه الهلال بيسعى انه يتدرب ويرتاح ويخش اجواء المباراه بسرعه، هو تنسيق الجهاز الفني بقياده الكابتن صلاح احمد ادم والمدرب العام هيثم مصطفى راوا ذلك، هيثم مصطفى نجم الكره اسطوره الكره السودانيه، هم بيروا انه وصول الهلال مبكر لهذه المباراه يعني بيدخلهم في اجواء، بيدخل لعيبه الهلال، وكان محتاج للراحه بصراحه، زي ما قلت لك الهلال عنده اكثر من 8 9 لاعبين بيشاركوا في المنتخبات الوطنيه خلال فتره مضت، لذلك حاول الجهاز الفني انه يعني يدخل اللعيبه في اجواء تدريبيه مكثفه حتى يصل للمبتغى قبل المباراه بساعات يعني مباراه الغد الجمعه ان شاء الله. طيب مباراه بلاتينيوم الزيمبابوي اللي اتلعبت على استاد الهلال في الخرطوم في السودان، هل الهلال ادى فيها بشكل جيد؟ نتيجه المباراه 2-1 بالنسبه للاعلام والصحافه نتيجه مرضيه؟ الهلال بدا المباراه بشكل جيد، قدم مباراة في الشوط الأول، مباراة كانت رائعة جدا يعني بذل فيها مجهود فني رائع، لعب بطريقة كان مميزة جدا، ولكن الشوط الثاني تراجع الأداء والفريق الضيف كان بيتكتل على المعلومة، كان ممكن الهلال يخرج بنتيجة كبيرة جدا أكثر من 3-4 أهداف، ولكن لم يكن موفق. الصحافة بترى أنه الهلال لم يكن بالمستوى، ولكن الجهاز الفني برى أنه هو عايز يلعب يكسب في كل الحالات، فلعب وحقق المبتغى هو 3 نقاط وحصد النقاط وهو الان مصدر المجموعه الثانيه. لكن الشوط الثاني كان الاداء متغير عن الشوط الاولاني. هو انا افتكر ممكن هو مش انا في وجهه نظري انا كاعلامي ممكن نقول انه الاداء كان متغير، ولكن الجهاز الفني برا غير ذلك. بيحاول يلعب بكم طريقه في اثناء المباراه او يقسم المباراه لجزئيات، يعني مش عاوز يجاري الخصم لانه هو اصلا كاسب بهدفين كان هدفين أو أيوة. صفر في الأول. قبل ان ياتي الهدف الثاني
هدف الفريق الخصم اللي هو بلاتون مستار هدف كان خاضع يعني كان هدف ممكن يجي، ولكن اللاعب بفتكر انه كان ذكي جدا خدع الحارس في اثناء ما هو كان بيوقف في الحيطه كان بيثبت في الحيطه بتاعته، وقبل ما يرجع هو يعني تفاجئ بهدف في مرماه. طب احنا محضر لك مفاجاه كويسه، انت حضرتش المؤتمر وما كنتش موجود في التمرين، فعاملين لك خدمه اعلاميه على اعلى مستوى. المؤتمر الصحفي لنادي الهلال السوداني للكابتن صلاح ادم المدير الفني، وتصريحات نادي الهلال قبل مباراه الغد امام النادي الاهلي، وكيف يستعد نادي الهلال لمواجهه الاهلي غدا ان شاء الله في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الثانيه لدوري ابطال افريقيا. نتابع في هذا التقرير وفي هذا المؤتمر الصحفي، ثم نعود الحديث مع ناقدنا الرياضي الاستاذ ابراهيم الجيلي السكرتير التحرير جريده الجوهره السودانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله. انا عندي مشكله في الحقيقه من الازمانيه في السودان، يبدو انها انتقلت معي لمصر، يعني انا صلاح محمد ادم وليس صلاح احمد ادم. انا بعتذر لا حتى في السودان يعني هي مشكله حتى بس انا قلت هي في السودان ويبدو انها انتقلت لمصر. حضرتك انه صلاح محمد ادم، انا بعتذر لحضرتك. سعيد جدا بوجودي في القاهره، ممتن جدا انا لمصر لانه تدربت في مصر على المستوى الرياضي في اتحاد الشرطه الرياضي، وتدربت على في مصر على مستوى عمليه سابق ضابط الشرطه، فممتن جدا لمصر، احب مصر جدا، سعيد جدا بوجودي في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، وسعيدين جدا جدا ان احنا في مصر، ونتمنى التوفيق ان شاء الله. أسود. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم، وبجد نحن سعيدين جدا متواجدين في مصر، وان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله. صلاح بداية برحب فيك طبعا في بلدك مصر، واكيد طبعا اتمنى ان احنا نشاهد مباراة مشجعة بين الفريقين كاسماء كبار في قارة افريقيا. اديتوا مباراة في منتهى الروعة في المباراة الاولى وحققتوا الثلاث نقاط، اكيد الاهلي تعثر وعنده دوافع كبيرة جدا، والاهلي دايما عنده روح الفوز دايما في المباريات، ولن يتخلى عن الفوز في هذه المباراة خاصة ان المباراة على ارضه. اكيد عامل حساب كل السيناريوهات دي ودارس فرق الاهلي كمان بالنواقص العدديه اللي هتكون موجوده، تقديراتك ازاي شايف ازاي المواجهه دي يعني بهذه الخواص؟ يا عم انت كتبت النهايه، يعني الاهلي لن يتخلى عن الفوز خلاص، يعني ما فيش داعي للتحضيرات. الاهلي مع الاهلي في حد ذاته يعني شيء ممتع وشيء جميل، لانه واحد من الفرق اللي تعتبر يعني رسم التاريخ كبير جدا على مستوى كرة القدم في العالم ككل، وليس على مستوى كرة القدم في افريقيا فقط. احنا سعداء جدا باننا بنلاعب فريق القرن، وسعداء جدا باننا بننتمي للهلال، فريق كبير جدا في القارة الافريقية، فريق كبير جدا في السودان، لنحمل امال وتطلعات 37 مليون ما زي الاهلي يعني 120 مليون. ونتمنى ان شاء الله إننا نقدم مباراة تليق بالعلاقة الطيبة جدا بين الشعبين، وتليق بالمستوى الفني للنسبين الكبيرين، ونسعى بجدية شديدة جدا لأننا نخرج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة. طيب مباراتنا مع الأهلي فريق كبير جدا، والهلال برضه فريق كبير، فنحن ان شاء الله جاهزين ونقدم نتيجه ايجابيه ان شاء الله. حول جاهزية عمار التمارين لمباراة الغد، فهل تحدثنا عنه هو اللاعب جاهز أم
خارج الإدارات. السؤال الثاني، هل بتعتبر أن هذا الجمهور من 10 إلى 15 ممكن يشكل ضغط على الهلال ولا على الجمهور عاد ما هو؟ طيب بالنسبة للكابتن عمار، الحمد لله يعني تعافى تماما وشارك في آخر مباراة دولية أداها فريق الهلال يوم السفر إلى القاهرة. من ناحية فنية ومن ناحية بدنية ومن ناحية صحية هو جاهز تماما، بتبقى بعد المسألة بتاعت الخيارات الفنية بتاعتنا نحن كجهاز فني، ودي قد يكون موجود وقد لا يكون موجود. الجمهور، الزيادة بتاعت الجمهور، شوف كرة القدم متعة في الجمهور، يعني كرة القدم بدون جمهور لا تسوى أي شيء، وإذا كان الجمهور حيشكل ضغط فالضغط سيكون على الأهلي وليس على الهلال. اهلا بحضراتكم من جديد بعد هذه التصريحات المقتضبه للمدير الفني الكابتن صلاح ادم، المدير الفني لفريق الهلال السوداني، ومحمد مختار بشا. عايز اقول بشا الصغير، لان طبعا كان في نجم كبير في نادي الهلال سابقا اسمه بشا، وكان لعيب كبير جدا حتى نفس الستايل، فعشان كده محمد مختار واخد نفس اسم الشهره للكابتن بشا الكبير اللي كان نجم كبير جدا في نادي الهلال السوداني. تصريحات مقتضبه، والمؤتمر يعني اعتقد كان الصوت وكان في دوشه كتير حوالين هذا المؤتمر الصحفي، لكن بشكل عام في تصريحات مهمه. يعني كان حتى المدير الفني الكابتن صلاح ادم اتكلم على ان النادي الاهلي نادي كبير ونادي القرن في افريقيا، واللعب مع النادي الاهلي شيء ممتع، فده في حد ذاته تصريحات مهمه بتنم عن احترام المدير الفني نادي الهلال لقدر وقيمه النادي الاهلي. طيب استاذ ابراهيم، تعليقك على وقائع المؤتمر والتصريحات اللي قيلت سواء من مدرب الهلال او حتى قائد الفريق. التحية لي للمدرب صلاح مادم، المدير الفني للهلال، وكابتن بشا صغير، محمد مختار بشا صغير، والتحية لبشا الكبير ايضا هداف الهلال المنتخب الوطني. انا افتكر انه المدرب تحدث بعقلانية وتحدث يعني تصريحات منضبطة، يعني هو بفتكر انه بحمل امال وطموحات 37 مليون نسمة امام فريق القرن، وهو بيقول انه اللعب امام فريق القرن لعب ممتع، ممتع دي لغه مدربين، انا افتكر انه ممتع من داخل مستطيل الاخضر، يعني هو افتكر انه قادر انه يتعامل مع المباراه بالشكل اللي هو وضعه في ذهنه. وحتى تحدث عن مدافع الهلال عمار الدمازين من اللاعبين الدوليين المميزين جدا، يعني ويعني بفتكر انه اللاعب دخل خياراته، دي من الدعامات الحقيقيه في صفوف الفريق الازرق. انا افتكر انه عمار اضافه، وممكن هو قال ممكن يدفع بيه وممكن ما يدفع بيه، برضه هو لغه عايمه، ولكن انا افتكر انه هو يعني استطاع انه يجهز المجموعه بتاعت الهلال، رغم انه الهلال يعني كشف منقوص، يعني الهلال لم يكن مكتمل الصفوف، في غيابات مكتمل الغايمه، يعني في غيابات، ما فيش غيابات في المجموعه الحاليه، ولكن في غيابات في لاعبين يتشطبوا، يعني في اثناء ما الهلال قدم الكشف الافريقي يعني ثلاثة اربع لاعبين اللي هو حسين الجريف، وفي لاعب في اثنين من المحترفين، فكان الهلال محتاج اليوم في مثل هذه المباريات الكبيره جدا، يعني بعد ما تأيدوا في القائمه الافريقيه ايوه بشكل نهائي خلاص مشيوا. نعم نعم، في مباراه كان مباراه البطوله العربيه، مباراه النصر الاماراتي، يعني كان حسين الجريف من العناصر المهمه، وهو الان في المنتخب يعني من عناصر المنتخب الاساسيه، ولكن تم شطبه، وكان الجهاز الفني محتاج له بصراحه، ولكن هي رؤيه بتاعت اداره تمام وجهاز فني مع بعض ان شاء الله. طيب ده جانب من تدريبات فريق النادي الهلال السوداني على ملعب المباراه، ملعب السلام اللي هيستضيف مباراه الغد امام النادي الاهلي، والهلال السوداني بيتمرن في نفس توقيت المباراه، يعني هذه اللقطات منذ دقائق قليله كانت على ملعب السلام، للمباراه الغد ان شاء الله هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، مباراة مهمة جدا بإذن الله إن شاء الله الكل بينتظرها غدا في الجولة الثانية من البطولة الإفريقية. طيب أستاذ إبراهيم، هل نادي الهلال أولا الجهاز المعاون، هل شخصية يعني ده عضو الجهاز من خارج السودان اللي شغال دلوقتي مع اللعيبة في الملعب؟ ده كابتن معاذ هراوي تونسي، مدرب الأحمال، هو مدرب اشتغل في نادي الترجي واشتغل في احد الانديه الالمانيه، مدرب يعني مميز جدا، يعني منح الهلال يعني جرعات بدنيه عاليه، معد بدني، وساهم معد بدني وساهم في يعني ارتقاء في اللياقه البدنيه، واصبح منسجم جدا مع الجهاز الفني ونفذ عمل جيد بصراحه. يعني طيب اعتماد الهلال على مدرب وطني، وبالنسبه لنا مفاجاه ان يكون المعد البدني او معد الاحمال من تونس. هو بصراحة الهلال كان بدأ هذه المنافسة بمدرب تونسي هو نبيل الكوكي، كابتن نبيل الكوكي الآن انتقل لوفاق سطيف الجزائري، وصلاح محمد آدم كان من مساعد أو مدرب العام لنبيل الكوكي، ومشى في المنافسة بشكل جيد، وقبل المباراة الدور الأول
تمت اغاله نبيل الكوكي واعتمد اداره النادي كابتن صلاح محمد هم المدربين السودانيين الوطنيين مميزين جدا يعني ودرب اكثر من نادي وقدم مستويات كويسه ونتائج جيده مكنته انه يعني يصبح مدرب الهلال وهو قبل هذه الفتره سبق ان درب الهلال وحقق ايضا نتائج جيده ويعني اصبح محل ثقه حتى يكون المدير الفني رفقه كابتن هيثم مصطفى المدرب العام وصلاح هو بصراحه هو استطاع ان يصعد بالهلال الى دور المجموعات على حساب انيمبا النيجيري حقيقة كانت مباراة قوية جدا قدم مباراة قوية جدا في نيجيريا بعشر لاعبين بعد ان تم طرد اللاعب نزار حامد وفي ربع الساعة الأولى من الشوط الأول واستطاع انه يحقق الانتصار في ملعب الجوهرة الزرقاء هو ملعب يعني معروف مشهود لكل فرق الغار الأفريقية يعني ملعب كبير والجمهور بيملأ الملعب على آخره أكيد ملعب بيتملى على الآخر وبعدين ملعب يعني بيقولوا عليه هو القلعة الزرقاء أو المقبرة ملعب المقبرة الزرقاء يعني سبق أنه الأهلي القاهري برضو لعب في أمام الهلال 2007 وغلب فاز على الهلال هنا بهدفين والهلال تمكن من التغلب عليه بثلاث أهداف والمباراة الشهيرة اللي كان فيها هيثم مصطفى وكانت فيها أكيد 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 هيثم حاليا هو مدرب في الجهاز الفني وهيثم منذ فترة ولا فترة قريبة؟ فترة كافية كانت يعني أكثر من 3-4 شهور وهيثم قريب جدا من الهلال ومتابع جدا لأخبار النادي ولصيق بأكثر من 15 لاعبين وهم بعض اللاعبين زاملوه في الهلال قبل ان يعتزل كان نجم شباك في الهلال السوداني اكيد اكيد من ابرز النجوم واساطير الكوره السودانيه يعني طيب الهلال السوداني في التوقيت الحالي بعد الفوز على بلاتينيوم 3-2-1 وبيستعد لمباراه الاهلي هل هناك غيابات مؤثره التشكيله الاساسيه للفريق اللي لعبت مباراه زيمبابوي ممكن تكون موجوده في مباراه الغد يعني عرفنا كده التشكيله او ابرز اللاعبين اللي هيكونوا موجودين في مباراه بكره هو الهلال حاليا من الاسماء الموجوده ما فيش غيابات بالعكس في اضافات في دعامات مثل اللاعب نزار حامد اللي هو تم طرده في مباراه نيجيريا وقف لمباراتين امام بلاتون ذهاب واياب وهو الان يعني بدعم قائمه الجهاز الفني بالاضافه لعمار الدمازين عايد من الاصابه من المدافعين المميزين جدا يعني هسه اتكلم عنه صلاح محمد شايف في المؤتمر الصحفي وبقول انه اللاعب عمار الدمازين اصبح بكامل الجاهزيه ودخل الخيارات الفنيه عنصر مهم في الدفاع عنصر مهم ويعني افتكر انه لاعب خبره لاعب يعني هداف ايضا يعني بيتمتع بهيئه جيده جدا وطول فارع وقادر انه يسجل الاهداف طيب هنرجع للتشكيله الاساسيه وابرز اللاعبين اللي ممكن يكونوا موجودين بكره مع الهلال في مواجهه الاهلي لكن نخرج الى تقرير مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي ولقاء خاص ولقاء حصري مع الكابتن صلاح ادم المدير الفني لنادي الهلال السوداني عقب المؤتمر الصحفي وحديث مهم عن مباراه الغد امام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه مستمرين معاكم كل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان اجواء خاصه ومباراه غايه فيها الاهميه فريق الهلال السوداني والنادي الاهلي على استاد السلام ان شاء الله كل التمنيات للفريقين الاحسن ان شاء الله يكون موفق في هذه المباراه لكن سريعا بينضم لي طبعا المدير الفني الكابتن صلاح محمد ادم برحب بك يا كابتن صلاح ومباراه قويه وليها استعدادات خاصه بالنسبه لكم واستعدادات فنيه واستعدادات نفسيه ايضا كمان لو بتكلم على الجانب النفسي قدرت تتكلم مع اللعيبه ازاي تحفيزك ليهم كان ازاي لان حضور 15000 مشجع يبقى امر اكيد يعني عبء شويه على فريق نادي الهلال السوداني 15000 اخواتنا يعني ما فيش مشكله هيشجعونا ان شاء الله ال 15000 لا يعني مجرد اللعب امام الاهلي نفسه حافز للاعب لعب امام فريق كبير صاحب تاريخ مثل الاهلي هو في حد ذاته تحفيز للاعبين هي من المباريات المدير الفني ما بيحتاج للحديث الكثير فيها باعتبار انه اللاعب اصلا مهيئ لانه يؤدي افضل ما يملك كمان نفوذكم على فريق بلتانيوم اكيد مدي دفعه كبيره جدا للاعبين ومدي دفعه للمدير الفني المجموعه صعبه والمجموعه اكيد ما نقدرش نقول مين اللي يقدر يصعد لان كل المباريات بتخلص على المستطيل الاخضر تتفق معايا في هذا الكلام ولا لا يا كابتن صلاح لا اكيد طبعا وفوزنا على بلاتينيوم كان عنده القيمه الكبيره باعتبار انه احنا الظروف الاخيره في البلد وكده ما سمحت لنا باننا نعمل معسكر خارج السودان كما اعتاد الهلال في السابق وبطولة الدوري بتاعتنا نفسها حصل لها كثير جدا من التأرجح ففي ظل هذه الظروف لما تحقق الفوز انا بعتبره كان فوز عنده ثمن غالي جدا يعني الحمد لله فنيا كابتن صلاح في قراءات فنيه وفي متابعات لفريق النادي الاهلي سواء المباراه الاخيره او المباريات الاخيره بتشوف النادي الاهلي ازاي لان النادي الاهلي يمكن بفوز مع اداء المباراه الاخيره داخل في البطوله الافريقيه تعثر لكن كان في ظروف صعبه في مباراه النجم الساحلي ده ليه تاثير فنيا او بالنسبه للاستعداد بالنسبه لكم كابتن صلاح
لا هو الأهلي يبقى هو الأهلي يعني في كل الظروف وفي كل الأحوال، ونحن نتعامل مع فريق كبير، فريق صاحب تاريخ، فريق صاحب حاضر، ولا تؤثر عليه هزيمة مجرد هزيمة أو خسارة مباراة. يبقى الأهلي هو الأهلي، زادت دوافعه لمباراتنا ونحن ندرك هذا تماما وتحسبنا له. شكرا جزيلا. كل الشكر التقدير طبعا للكابتن صلاح محمد ادم المدير الفني لنادي الهلال السوداني. اكيد كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه الغد، حضور 15000 زي ما بناكد يكونوا دافع وزين بيه استاد السلام. عوده للاستوديو طبعا. شكرا زميلي العزيز كريم احمد على هذا اللقاء الخاص والحصري مع المدير الفني النادي الهلال السوداني، واللي بيتميز بروح الدعابه، شخصيه جميله، دمه خفيف الكابتن صلاح ادم، وبيغازل الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه في مباراه الغد، ودي روح مطلوبه بين الاشقاء بالتاكيد في المباريات. استاذ ابراهيم، واحنا في الفاصل كده وبنتكلم على كابتن صلاح ادم، خفيف الظل بيهزر دايما وبيتكلم عن النادي الاهلي بكل تقدير واحترام، وحتى زميلنا كريم بيتكلم عن حضور 15000 متفرج بكره وعايزوا يشجعوا النادي الاهلي، فقال له حتى كمان هيشجعونا لان دايما اخواتنا واشقائنا. اكيد صلاح والله من المدربين الوطنيين الرائعين جدا، مدرب يعني قدم نفسه بصوره جيده، ومدرب يعني يملك قيمه فنيه عاليه جدا. وصلاح هو استطاع انه يستمر مع الهلال لفتره طويله بعد ما صعد معه لدور المجموعات، وهو الان بيتكلم بصيغه واثقه يعني خطى، يعني قادر انه يتكلم ازاي وقادر انه يعمل. هو متعود على كده يعني أكيد. حتى في الدوري السوداني في مبارياته او في مباراه بلاتينيوم خفه الظل، الضحك، الهزار، دي طريقته، ولا هو عشان مباراه الاهلي فبيصدر ان هي صوره عشان يزيل الضغط على اللعيبه وعلى الفرقه؟ هو بالعكس صلاح محمد من المدربين النفسيين جدا، يعني بيقدر بيطلع اللاعبين من الجوانب النفسيه، وقادر انه يخش في اللاعبين ازاي وبيتعامل مع نفس الروح بتاع الدعابة اللي هو اتكلم بيها، بيتعامل مع اللاعبين يعني لما يكون في المعسكرات وفي بيطلع من انه هو مدير فني. يعني مدرب ممكن نقول عليه انسان متواضع جدا، ولكن مباراه الاهلي هو بيتكلم عن الاهلي، هو الاهلي، هو قال الاهلي هو الاهلي، عارف القيمه الفنيه الكبيره جدا للاهلي، وفي نفس الوقت هو لاعب الاهلي، وقال انا هستمتع يعني مع في مباراه الهلال امام الاهلي. ده بوريك انه هو يعني هو استطاع انه يجمع ادق المعلومات عن الاهلي. وقبل ان الهلال الكره بقت كتاب مفتوح دلوقتي اكيد. المدربين الاثنين فاينر شافوا بيتكلم قبل سويسري فاينر مدرب الاهلي قبل يومين بيتكلم انه يعني هو عارف الدفاع بتاع الهلال وعارف الحارس انه بخطا ازاي. انا تابعت بصراحه في موقع الاهلي وتابعت في المواقع المصريه والصحف، يعني حسيت انه في على ضغط بعد الخساره في تونس السويسري، ولكن صلاح انا مش عارف هو بيتكلم، ولكن بيملك ذخيره معلومات وافيه عن الاهلي في مباراه. ممكن انت قلت كتاب مفتوح، هي كتاب مفتوح ايضا، مباراه كتاب مفتوح، ولكن تبقى الخبرات، تبقى القيمه الفنيه للاعبين، تبقى الخطط الفنيه للمدربين الاثنين، يبقى التكتيك هو البحث عن الشاطر يكسب. والميزه في المباراه مش هتكون فيها اي ضغوط، بالعكس يعني هي مباراه النجم الساحلي انا بعتبرها دافع للاهلي عشان يعمل مباراه كبيره غدا امام الهلال. الهلال جاي منتشب بالفوز والثلاث نقاط امام بطل زيمبابوي، وعامل عايز يعمل نتيجه ايجابيه في بدايه دوري المجموعات ويخش في المنافسه مع الاهلي والنجم. هو الفوز الفوز على بلاتينيوم ما يكفي، انت بتوجه الاهلي، بتوجه الاهلي. يعني انا كيف جدا انه صلاح واضع مكانه للاهلي، اي مدرب يحترم الفريق الخصم هو قادر انه ينفذ قدامه، لانه بيلتزم بالضوابط الفنيه مع لاعبينه يعني يقدر ينفذ، بشوف المفاتيح ازاي، بشوف الاسماء الكبيره بيعمل لها حساب. هو امبارح تابع الاهلي امام بني سويف في الكاس في مباراه كانت يعني حضر المباراه فيها ضغط، انا حضر المباراه وتابع، افتكر هو كان عنده تمرين في نفس الوقت، كان عنده تمرين، ولكن هو كان حريص انه يشوف ملامح الاهلي الجديده، ولكن انا شايف المدرب كان في ضغوط عليه جدا، مدرب الاهلي فاينر هو قبل الهدف اللي جاء في الدقيقه كم 70. لا انت عشان مباراه الكاس بس بتبقى دايما مباراه الكاس ما لهاش حسابات، ما هو بتجر انه هو ده الفريق اللي هيلعب مع بكره، كان حريص انه يشوف ملامحه، يشوف الاسماء اللي لعبت، العناصر البديله، الاسماء. هو الاهلي فيه غيابات، في غيابات امثال معلول، علي معلول، امثال ايمن اشرف، ثاني مين كده حمدي، يعني دي من اللاعبين المؤثرين جدا في وفي خط الدفاع. طيب تشكيل الهلال ابرز اللاعبين وتشكيل الهلال بين حارس المرمى لغايه راس الحرب، تشكيله الهلال هي الهلال ماضي يطلع من التشكيل اللي لعبها امام بلاتونيوم، دي التشكيله الرئيسيه هو بيلعب بها. وانا افتكر انه الجهاز الفني للاهلي بيكون تابع وعرف، وحتى تابع امام الوادي الهلالي عرف، انا سمعت التصريحات، هو تابع الهلال وشاف شكله وتكلم عن التنظيم اللي بيلعب بيه وتكلم عن العناصر بالارقام،
ولكن انا لاحظت انه الجهاز الفني للهلال لعب بارقام مختلفه. يعني خلط الاوراق على فاينر. يعني اللاعب بيلعب رقم 4 بيلعب رقم 3 او رقم 2، وهو ما غير بعض في بعض اللاعبين تم توليفهم في بعض الخانات. ده تقصد في مباراه الدوري ولا في مباراه الدوري الاخيره؟ يعني الهلال حاول انه يعرف انه مقياس المباراه الافريقيه، لان انت ممكن في الدوري يكون عندك لعيبه بتلعب بمباراه الدوري مش مقيدين في القائمه الافريقيه. صح، هو اكيد انه مباراه الدوري هي المقياس الاساسي. اكيد انا برضو شايف امبارح كابتن فاينر في بعض اللاعبين ما لعبوا اساسيين، بيلعبوا امام النجم الساحلي وده اللي حصل في الامس، هم كانوا بغيبوا يعني تم اراحتهم على اساس انه يتدربوا وهم حافظين بعض. يعني افتكر انه تمام. طيب عرفني بقى على تشكيله الهلال، عايز اعرف الاسماء، الفرقه، اللعيبه، الحارس المرمى، راس الحربه. الهلال في اخر تشكيله لعب جمال سالم وهو يوغندي محترف بصفوف الهلال، لعب من قبل في المريخ. حارس المرمى، حارس المرمى في قائد الفريق اسمه عبد اللطيف بوي، عبد اللطيف سعيد بوي هو كابتن الفريق، بيلعب ديفنس ومعه لعب جنبه سماوال مرغني، لعب طرف اليمين لعب أطر الطاهر، طرف الشمال لعب فارس، في الوسط كان بيلعب نصر الدين الشغيل، لعب نصر الدين الشغيل لاعب دولي، لاعب دولي وكابتن المنتخب الوطني. نعم بيلعب بجواره ابو عقله، وبيلعب ايضا قدامه بيلعب مين؟ بيلعب بيشا الصغير، هو حل بديل افتكر كان بيتكلم قبل شويه. وفي خط الهجوم افتكر انه واضح صلاح الضي، هو ولا مصلح الضي، محمد موسى الضي هو اللي احرز الهدفين في شباك بلاتينيوم. محمد موسى الضي من اللعيبه الفراوده ومميزه جدا في خط الهجوم. هو لاعب دولي ايضا بيلعب في المنتخب وايضا معاه وليد الشعول الهداف، كان منافس قوي جدا ل البطوله المطلوبه، البطوله الافريقيه الماضيه اللي هو الكونفدراليه. لكن ما فيش نجم زي مثلا هيثم مصطفى، تحس ان الفريق جماعي؟ والله هو الهلال ملائم مليء بالنجوم والكفاءات واللاعبين، ولكن الاسماء الكبيره صاحبه التاريخ والاسماء اللي لعبت في المنتخب الان هي بتغيب، يعني غير موجوده. ايوه ولكن الزمايل هيثم مصطفى زي نصر الدين الشغير، زي عبد اللطيف سعيد بوي، زي نزار حامد، نزار حامد هو برضه كان موجود في الفرقه، كانوا زملاء اهل هيثم في كان زملاء اهل هيثم كده اكيد. ايوه اطهر طاهر من اللاعبين المنتخب الاولمبي اللي هو، ونزار حامد هو كان بيلعب مع الهلال كان زميل هيثم، عبد اللطيف سعيد كان زميل هيثم، هو الان كابتن الفريق. طيب هل حصلت هزه في الهلال بعد رحيل نبيل الكوكي؟ في بعض على طول يعني تم تدارك الامر سريعا. والله هو تم تدارك الامر بسرعه لانه صلاح محمد المدير الفني الان هو كان المدرب العام او مساعد المدرب، فكان من ضمن الجهاز، كان من ضمن الجهاز الفني، عرف الخلل وجلس مع اداره النادي وتناقشوا في بعض الاشياء، وفي لاعبين كانوا مصابين تمت يعني تكثيف العلاج لهم، عادوا بسرعه، ومن ضمنهم عمار الدمازين، وهو الان مسيطر على كل الامور الفنيه وقادر انه يحقق نتائج حتى على مستوى الدوري والبطوله الافريقيه. طيب نقطتين كده سريعين لان باقي خمس دقائق في ميعاد الحلقه وتنتهي. نظام المسابقات في الاتحاد الافريقي، يمكن احنا دايما في مصر بنشوف دوري ابطال افريقيا لما تتغير مواعيد المباريات بيحصل دربكه في جدول الدوري المصري. في السودان انتوا لعبتوا لغايه دلوقتي في الدوري حوالي 12 مباراه او 10 مباريات، يعني في فرقه لعبت 10 وفي لعبه 11 و12 اكيد، لكن وصلتوا للاسبوع ال 12. بعد تغيير مواعيد بطوله افريقيا، هل حصل تغيير في الدوري السوداني في المواعيد؟ حصل دربكه في جدول الدوري ولا السودان بتتعامل ازاي مع تغيير الاجنده الافريقيه؟ هو في السابق كان السودان كان في دربكه في الدوري، وحتى المواسم بتاعت الكره الافريقيه والعالميه ايضا بيكون بدات السودان بكون يعني لتو هو عايز يستعيد للدوري، ولكن من خلال هذا الموسم يعني السودان بقى يلعب مع كل الدوريات. بتبدا الدوري من شهر كام؟ ايوه من قبل شهرين هو الدوري بدا او ثلاث يعني بدا في 9 مثلا. ايوه بدا في شهر 9 والان هو وصل للجوله 12، يعني ماشي في نسق واحد مع الدوريات العالميه كلها والافريقيه ولكن المنتخب الوطني دائما لما يشارك لانه هو نجوم الفرق في الدوري الممتاز هي بتمثل المنتخب الوطني، لذلك بتم ايقاف المنافسه للمنتخب سواء كان اسبوع او ثلاثة يوم اربع ايام، بعد ذلك بتوقف الدوري. حتى الفرق اللي ما بتلعب بتكون واقفه لان المنافسه على كل بتجيف يعني. تمام. لذلك بيتارجح بعض الاسابيع. الهلال الان قدم مباراه الوادي نيالا عشان يلعبها حتى يتمكن من السفر مبكر يوم الاثنين، حتى يتمكن من السفر حتى لعيب العصر يعني
الدوري كان بيلعب بالمساء هو لعيب العصر، هتتمكن من السفر ترتيب للسفر للغاهر عشان يقدر يرتاح ويعيش الاجواء ويدخل الاجواء بتاعه المباراه. لكن الجدول محطوط لغايه الاسبوع الاخير، ولو حصل تعديل في مباراه الافريقيه ممكن تعدل كم اسبوع في الدوري المحلي. ممكن ممكن هو الاتحاد برا مصلحه الفرق اللي بتشارك بتمثل السودان في الخارج. طيب اخر حاجه متعلقه بالتحكيم الافريقي، الصحافه والاعلام السوداني مهتم بهذه القضيه وهذه الجزئيه، ولا عشان الانديه السودانيه والمنتخب بعيد عن التصفيات والمباريات النهائيات ليس هناك اهتمام اعلامي بهذه القضيه؟ بجد التحكيم الافريقي اصبح تحكيم سيء جدا، حتى في مباراه الهلال الاخيره امام بلوتينيوم يعني التحكيم الجامبي يعني انا شايف الهلال كان ممكن يفوز اكثر من 4 اهداف. الحكم في ضربه جزاء في داخل خط 6 ياردات يعني بتجاوز عنها بكل يعني جراءه، وفي هدف من داخل خط 6 ايضا بتلغي. فلذلك انه التحكيم انا افتكر بصوره عامه اصبح سيء بصراحه، سمعته سيئه جدا. دور مجد شمس الدين وكان عضو مكتب تنفيذي قبل كده، وكان مجد الدين كان رئيس لجنه الحكام باتحاد الكره السوداني السابق، ولكن مجدي الان هو خارج منظومه اتحاد الكره السوداني. دي اتحاد جديد اسماء جديده بتدير الكره، فبالتالي هو بعيد عن الاتحاد الافريقي اكيد بعيد. ايوه لكن التحكيم الافريقي هناك ازمه كبيره، ازمه كبيره. انا افتكر انه الصحافه السودانيه وحتى بيختلف انواع الاعلام. انا شايف منزعجين جدا من التحكيم، وعندما وصلت مصر وجدت انه كل الشارع بيتكلم عن التحكيم سيء، مش مباراه تونس فقط، ولكن التحكيم بسرعه ما اصبح غير مشرف صراحه يعني حقيقي. اصبح غير مشرف. استاذ ابراهيم الجيلي سكرتير تحرير جريده الجوهره السودانيه، انا بشكرك، شرفتنا ونورتنا وسعداء بوجودك معنا في قناه النادي الاهلي، واقامه موفقه ان شاء الله في مصر خلال هذه الفتره. انا اسعد وبشكركم ايضا في برنامج الاهلي الليله، وشكرا لك كابتن محمد سعيد، وفرصة جدا نتمنى انه يعني الفريقين يقدموا مباراة جميلة جدا، مباراة يعني يستمتع بها جمهور وادي النيل. انا افتكر انه الفريقين هم لهم تاريخ ضارب في الجزر، الاهلي والهلال، حتى الان الفريقين متساويين في كل شيء، يعني حتى عدد المباريات، عدد الانتصارات، عدد الخسائر، عدد الاهداف في كل شيء، ونتمنى انه المباراة تكون يعني مرضية للطرفين. يعني مباراة جيدة ان شاء الله في القاهرة، ونفس الاستقبال ونفس الروح الطيبة هتكون في مباراة العودة ان شاء الله في ام درمان في السودان في الخرطوم. وزي ما قال الأستاذ إبراهيم، جمهور وادي النيل، جماهير وادي النيل بيربطنا علاقات صداقة وعلاقات تاريخية وطيدة بين مصر والسودان عبر الأزمنة وعبر التاريخ. نتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة الغد مباراة طيبة وقوية لفريق النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي عليها عامل مهم جدا في مباراة الغد، وقبل العامل المهم في التشجيع والحماس والشد من مؤازرة اللاعبين، إن شاء الله المباراة تخرج بشكل إيجابي وبشكل طيب. 15,000 متفرج هتكون بداية طيبة، عشان بعد كده عدد الجماهير يوصل لمساحة وعدد أكبر، 20,000 25,000 المساحة الكاملة في كل المباريات الإفريقية القادمة. فبالتالي بداية موفقة إن شاء الله، الجمهور النادي الأهلي هيضرب المثل في التشجيع وفي الحضور وفي الالتزام في مباراة الغد، وإن شاء الله دايما تكونوا أنتوا في صف النادي الأهلي وفي ظهر النادي الأهلي ورقم واحد للحفاظ على حقوق النادي الأهلي، وبتكونوا دايما في ظهر الفريق في المباريات الإفريقية الهامة. كل التوفيق يا رب لريني فايلر والجهاز واللاعبين، 3 نقاط مهمة غدا أمام نادي الهلال السوداني، وإن شاء الله تكون انطلاقة قوية إن شاء الله في البطولة الإفريقية. إلى هنا بتنتهي فقرات برنامج الأهلي الليلة، إن شاء الله ألتقي بكم في حلقات أخرى قادمة، وألتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى ومتابعة لما هو جديد في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، وتصبحوا على ألف خير، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.